السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، يسعد مساكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا تتابعونا. نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الإمارات، ومساك الله بالخير مؤمن. مساك الله بالخير زميلتي عليا. مشاهدينا الكرام، أكيد نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الإمارات، حلقة نهاية الأسبوع. خلاص نهاية يعني الإجازة على الأبواب، أكيد، وما أعرف ليش وايد ناس تتريها الإجازة هذا الأسبوع. على العموم مشاهدينا الكرام، خلونا سريعا نخبركم نفس العادة شو هي فقراتنا وأيضا ضيوفنا لليوم. أكيد مشاهدينا، في البداية بنكون مع الرحالة السعودي فاروق الزومان ليحدثنا أكثر عن تجربته الفريدة من أعلى منارة في العالم في قمة إفرست، إذ رفع صوت الحق الأذان للصلاة. وبعد ذلك مشاهدينا الكرام، ونفس ما عودناكم وكالعادة مع زميلنا أيمن نشرة الأخبار، وأيضا بيكون ضيفة في الاستوديو اليوم الإعلامي دريد البيك. ومن ثم أكيد فقرة الانترنت والصحف وتقرير حول علم الدرور. وأخيرا وفي فقرتنا الفنية في مساء الخميس بتكون لنا وقفة شعرية مع الشاعر الإماراتي علي الخوار. أما الحين مشاهدينا خلنا نبتدي بأولى فقراتنا. في البداية مشاهدينا الكرام، وضمن الفعاليات اليومية دعونا نشاهد هذا التقرير عن مؤتمر جيبيكا السنوي الثالث للأسمدة، وبعدها سوف ننتقل مع زميلتي أليا ومع ضيفها في الاستوديو الرحالة فاروق زومان. افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه مؤتمر جيبكا السنوي الثالث للأسمدة الذي انطلقت فعالياته في 17 من سبتمبر واستمر على مدار 3 أيام. المؤتمر استقطب في دورة العام الحالي التي ينظمها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيبكا أكثر من 300 مشارك يمثلون المنتجين في منطقة الخليج العربي وأبرز الأسواق التي يصدرون إليها في كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. المؤتمرون تناولوا توجهات الأسواق بمناطق الخليج العربي والعراق والصين والبرازيل وكذلك الهند وإيران وإفريقيا، إضافة إلى أبرز التطورات التقنية وتحسين كفاءة منظومة الإمداد في الدول الخليجية المنتجة للأسمدة الكيماوية. وأكد معالي الدكتور بن فهد أن المؤتمر وورش العمل التي سبقته شكلت إضافة نوعية متميزة خاصة لجهة قائمة من المتحدثين في دورة هذا العام، وضرورة الالتزام العميق بالاستدامة البيئية ودور الإمارات الرائد في تشجيع اعتماد السياسات البيئية واتباع أفضل الممارسات البيئية على مستوى الدولة، وقد تجسد ذلك من خلال تأسيس وتفعيل اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي في دولة الإمارات. يا مرحبا وسهلا أكيد فيكم مشاهدينا. مغامر سعودي أنجز عديدا من الإنجازات وباحث في الكثير من المجالات العامة الاجتماعية والتطويرية وغيرها، هو قدوة لعديد من الشباب، يعد إحدى أكبر الشخصيات المؤثرة والمحفزة على شحذ الهمة وتحدي معوقات الحياة. هو مدرب أيضا في تطوير النفس واكتشاف المواهب وتحديد الأهداف والمبادرة والصبر. صاحب إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الإسلام، مثل رفع صوت الحق الأذان للصلاة والقرآن الكريم وراية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أعلى منارة في العالم هي قمة إفرست. أكيد هو فاروق سعد الزومان المغامر والمدرب السعودي، مرحبا بك معنا في مساء الإمارات. أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية، شكرا يعني على الاستضافة. هذا أكيد فخر مش بس للسعودية، لكل العرب، وصولك لأعلى قمة في العالم قمة إفرست، وأيضا كنت أول واحد يأذن أو يرفع صوت الأذان هناك. الحمد لله. بداية خبرنا أول شيء، شو كان شعورك يوم كنت فوق في أعلى قمة في العالم إفرست؟ والله الشعور كان رائع جدا. طبعا المشكلة أن الكثير يسأل، يقول هل فعلا يسأل يعني عن هذا الشعور اللي كان على القمة، اعتقادا من أن السعادة ولذة العملية التسلق هي بوصولك للقمة، لكن حقيقة السعادة الحقيقية واللذة والنشوة كان في الطريق إلى هذه القمة، كان في كل لحظة أثناء تسلقك للقمة، لأن القمة بالنسبة لي كانت هدف مثل الحلم. مثل لو يكون عندك حلم وهدف إعلامي، أو أخواننا المتابعين قد تكون عندهم أحلام وأهداف، أو قمة إفرست خاصة فيهم هم. فكان شعور لا يوصف، لكنها لا يوصف في أثناء عملية التسلق، كان رائعا جدا.
حينما تدرك حقيقة بأنك أنت المسيطر على ذاتك وليس هواك وشهواتك، وبالتالي أصبحت حر. ما شاء الله عليك، يعني صاحب إرادة قوية وعزيمة، وأيضا يعني قاعد تتحدى نفسك وتتحدى الصعوبات أو الموقف اللي أنت فيه. لذة الحياة لما الإنسان يكون عنده هدف في هذه الحياة ويحاول أنه فعلا يتحدى هذه العقبات والمعوقات والصعوبات من أجل أنه يستطيع أنه يقف على قمة أحلامه. طيب شعورك لما نرفع صوت الأذان أو قمة الأذان؟ طبعا أنا كنت بتسلق جبال من قبل يعني، ولله الحمد، وكنت أحب تسلق الجبال، لكني ما كنت متخصص ومحترف فقط في تسلق الجبال، يعني كنت ممارس العديد من الرياضات، لكن الأذان كان بالنسبة لي يعني هو هاجس وخاطر. دائما أحب أن أعمل، كل ما تسلقت جبل ووصلت إلى قمته كنت أحب أن أذن وأرفع صوت الحق لأسباب كثيرة، منها أن هذه الجبال وهذه القمم لم تكن لتسمع صوت الحق من هذا المكان، ولعلي بذلك أكون أول واحد. فحينما فعلا تسلقت أحد الجبال اللي كانت موجودة في هاواي، جزيرة ماوي بالتحديد، قررت أن نتسلق جبل إفرست لعلي يكون أول مسلم يرفع صوت الحق من هناك. جميل، يعطيك ألف عافية، وأكيد هذا الشيء مثل ما قلنا فخر لنا. الحين كنا قاعدين نشوف بعض الصور، أباك بس شو كنت تسوي هنا؟ وين كنت؟ هنا كان على ارتفاع 8850 متر فوق سطح البحر، أي بارتفاع 29000 قدم، كان فوق قمة إفرست وهي الأعلى في العالم. كنت رافع القرآن بيدي اليمين ووجه رسالة سلام إلى العالم ومحبة، وأن ديننا هذا هو دين الإسلام، هو دين رحمة، وأنه للمسلمين أيضا هو الطريق الوحيد للنجاح في هذه الحياة والحصول إلى أعلى القمم. وراية التوحيد أيضا وهي علم البلاد المملكة العربية السعودية، بحيث أنه لم يسبق لأي سعودي من قبل أنه فعلا يمثل الوطن بالوقوف على قمة إفرست. طيب أستاذي خبرني بداية، يعني ما شاء الله عليك حصلت على عدة ألقاب، أطلقت عليك وكالة البي بي سي الإعلامية لقب أدمونت هيلاري. طبعا كلنا نعرف أن أدمونت هيلاري هو نيوزلندي، طلع أو أعتقد كان أول متسلق لأعلى قمة، أعلى قمة في العالم، قمة إفرست، أعتقد 2000 أو 1900 وفي الخمسينات طبعا. فعلا أطلق هذا اللقب بعدما توفي أدمونت هيلاري في نفس يعني تقريبا الوقت الذي وصلت فيه إلى قمة إفرست. فقامت يعني وكالة البي بي سي بإطلاق هذا اللقب أدمونت هيلاري السعودي، بأنه يعني هو أول من تسلق يعني جبل إفرست من المملكة العربية السعودية، ووافقت موت أدمونت هيلاري. وفعلا يعني أدمونت هيلاري هو أول من تسلق الجبل قبله تقريبا أكثر من 60 عام من الآن. شو كان شعورك يوم لقبك في؟ والله كان شعور رائع جدا، لكن يعني لعل التحديات والأهداف كانت تختلف بيني وبين أدمونت هيلاري والكثير من المتسلقين. أكيد. يعني نشوف الصورة الثانية، تكلمنا في هناك الكثير من المخاطر، يعني ما شاء الله عليك قلبك قوة كثير، يعني أكيد واحد صعد قمة إفرست، يعني شو تتوقع أنه يكون؟ والله كلمنا شوي عنها. طبعا هذه تسمى كورفاسس بالإنجليزي أو تسمى الخنادق بالعربي، وهذه يعني كانت يعني عجيبة جدا، كانت عميقة جدا، السواد كان في بطن هذه الخنادق، كانت هذه الخنادق تضيق وتنفتح من بين يوم إلى يوم آخر. كانت هناك العديد من الجثث في أثناء الطريق إلى هذه الخنادق أو في على هذه الخنادق. كان الفريق يأخذ هذه السلالم، أو الفريق اللي يسمى بالفريق الاستكشافي الذي يذهب قبلهم، كان يأخذون هذه السلالم ويضعونها على بعضها البعض بحيث تكون جسر يعبر من خلالها هذا المتسلق فوق هذا الجسر، يضعون حبال ويربطونها بحيث تكون أنها وسيلة أمان. كنا نمشي عليها مع مجموعة كثيرة من المتسلقين، وكان فعلا يعني مؤثر نفسي كبير على من يريد أكيد. أن يتسلق أنه لابد أن يمر بهذه العقبات والمعوقات النفسية والجسدية. أكيد. طيب خبرنا كيف جمعت بين خلينا نقول المغامرة والتدريب، يعني هذه مغامرة يعني أو مجازفة أنك تتحدى الوقت، قلنا بذلت جهد كبير للوصول خلينا نقول لأهدافك، أنت كان لك هدف صحيح. كل هذا يعني يأخذ وقت وجهد كبير، لكن أنت كيف جمعت بين المغامرة والتدريب؟ طبعا بس عشان نكون واضحين لأعزائنا المشاهدين، انه لما احنا نقول التدريب فنحن نقصد التدريب في تطوير الذات وتطوير النفس. أكيد. فطبعا الرياضه هي جزء من حياتي يعني منذ الصغر، وانا كنت يعني مهتم بالرياضه. الله يجزاه خير الوالد والوالده كان حريصا على ذلك، فحصلت على الحزام الاسود في التايكوندو وانا كان عمري 10 سنوات ما شاء الله. واهتممت بتسلق الجبال والصيد والقنص والسباحه، التزلج على الجليد واللونج بوردنج وسكيت بوردنج منذ الصغر، فيعني بدات اهتم في هذه الرياضات. لكن التدريب هو كان ايضا جزء من حياتي، أني كنت مهتم بالإنسان،
كيف نطور هذا الإنسان، كيف نستطيع أن نجعل من هذا الإنسان أفضل بحيث أن يتغلب على عقباته ومعوقاته في الحياة لكي يحقق هذه الأهداف. فيعني هو كانت من ضمن المواهب ومن ضمن الأشياء اللي حسيت أني فعلا وجدت نفسي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل ميسر لما خلق له، فوجدت أني فعلا كنت ميسر لما خلقت له، هو التدريب والمحاضرة ومحاولة مساعدة الغير وتطوير المجتمع. ما شاء الله عليك، نقدر نقول أن هذه بس اهتماماتك أم هناك اهتمامات أخرى؟ لا والله اهتم بالكثير، أنا من عشاق القراءة، أعشق القراءة كثيرا يعني، وأحب القراءة مع أني لي تقصير كبير يعني في القراءة من تالي في الوقت الآخر. أعشق العمل التطوعي والعمل مع الشباب خصوصا. جميل. أنا أرى الطاقة وأرى أن عندهم قدرة رائعة وخرافية فعلا على تغيير هذه المجتمعات، كنوز ذهب في داخلهم، لكن يحتاجون من يساعدهم فقط على نفض هذا الغبار بحيث أنه يبرق هذا المعدن أو هذا الألماس الذي بداخلهم أو هذا الذهب. أحب الشباب كثيرا، أحب السفر، أحب الرحلات، أحب الخلوة كثيرا خصوصا يعني في الطبيعة، في الجزر، على الجبال، بين الأودية. أحب أن استشعر عظمة الجبار عز وجل برؤية خلقه وإبداعه في كل هذا العالم، يعني أشياء كثيرة جدا، لكن الرياضة جزء كبير من حياتي. من خلال المحاضرات اللي تسويها أو الندوات اللي تقوم فيها، كيف تحصل، كيف تشوف ردة فعل الجمهور معك أو المتلقي؟ والله شوفي، اولا انا احب ان نوضح ايضا المشاهدين، يعني تواجدي اليوم في الامارات هو بسبب دعوه من اهلنا في مدينه كلباء. كان هناك منتدى شبابي رائع قاموا بمبادره بدعوه الشيخ عبد العزيز النعيمي محافظ الشيخ الاخضر، وكانت هذه الامسيه ايضا برعايه الشيخ هيثم القاسمي الله يعطيه العافيه والصحه ويشفي والدته. فكان الحضور أمس رائع جدا، أكثر من تقريبا 550 شخص حضروا المحاضرة، أكثر من 200 تقريبا شخص أو 150 شخص لم يستطيعوا الدخول فاضطروا إلى العودة. فيعني كان رائع جدا. الشباب الآن أعتقد أنهم في أمس الحاجة إلى من يكون غير تقليدي، من يكون عنده تجربة، من يستطيع أنه فعلا يتحدث بأسلوب الشباب، بطريقة تفكير الشباب، بلغة الشباب. شو كان المحور؟ المحور هو كان مفاتيح النجاح التي يعني ومنها الهدف الأساسي أو المحور الأساسي اللي هو كيفية اكتشاف الذات من أجل أن يحقق النفس يعني أو يحقق الأحلام. كثير من الناس يقلد، يريد أن يكون مثل العليا، يريد أن يكون مثل مؤمن، مثل كثير من الإعلاميين، لكن ليس عنده الموهبة والقدرة الإعلامية. قد يكون شخص آخر يقول والله أنا ودي أكون مثل فاروق متسلق جبال أو مدرب، لكن قد لا يكون عنده القدرة والموهبة التي أعطاها إياها الله عز وجل في التدريب أو في تسلق الجبال. فأنا حاولت أوضح أن هذه النقطة مهمة جدا، وهي اكتشاف الذات من أجل أن يكون الحلم أو الهدف يتناسق مع هذه الموهبة التي أعطانا الله عز وجل. طيب جميل، ما شاء الله عليك، تقدر توصل لجميع الفئات العمرية وأيضا خلنا نقول طبقات المجتمع السعودي. نحاول. والعربي والإسلامي. لا ما شاء الله عليك وصلت. طيب خبرنا شو بعد، يعني أكثر فئة عمرية تحسها أن هي اللي قاعدة تسمع منك ويعني تستمتع بالكلام اللي قاعدة تقوله، وتحس أن هذي لهم هذا الجيل هو اللي بياخذ أكبر قدر من الكلام اللي أنت قاعدة تقوله أو المعلومات اللي تقدمها؟ والله أنا أعتقد أن الشباب دائما وخصوصا يعني صغار في العمر وخصوصا النساء كثير منهم لأنه يواجه عقبات في حياته ويواجه معوقات وصعوبات، يرى أن أحيانا المجتمع ضده، يرى أن المال ضده، يرى أن كل ما يتعلق بالتعليم أو عموما حياته كلها قد يكون فيها مطبات وعقبات وصعوبات تعيق عن الوصول إلى هدفه. فهذا الشخص حينما يرى شخص آخر من منحى آخر عنده تجربة شخصية خاصة فيه هو، مثل مثلا تسلق جبل إيفرست أو مثل قصة أي نجاح أي مواطن خليجي أو عربي، فيحاول أنه يلتمس أو يستمع إلى هذه القصة بتفاصيلها من أجل أنه يجد في هذه القصة ما يلهمه هو بأنه يكون إيجابي وبالتالي يتغلب على كل هذه العقبات التي واجهتها، يضع نفسه في حذاء هذا الشخص وبالتالي يقارن ثم يقول بنفسه أنا أستطيع، أنا لن أستسلم مثل فلان، أنا سوف أتغلب على العقبات مثل فلان. وهذا يعني هو ما لاحظناه يعني في كثير من الفئات العمرية اللي هو لليوث، للشباب الصغار وخصوصا يعني النساء، لأن على ما أعتقد أن العقبات النفسية التي تواجه المرأة أكبر بكثير من العقبات التي تواجهها. كيف تحفزونهم أكثر؟ كيف تطورون من نفسهم أكثر؟ والله شوف، تعطيهم الثقة بعمارهم يعني أكثر؟ أنا أعتقد أني ما أطورهم، أنا مثل المزارع الذي عنده مجموعة من البذور لكن أقوم بعملية حرث هذه الأرض وأضع هذه البذور وأدفنها. هو هذا الإنسان الذي يستمع لي إذا شاء سقاها، وقد لا تنبت اليوم، قد تنبت بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، لكن إذا شاء هو فعلا هو يستطيع أن يسقي هذه البذرة وبالتالي تخرج كشجرة قوية مثمرة تنفع هذا المجتمع.
وقد لا تنفعه الآن يمكن بعدين مثل ما أنا قلت، لكن الكثير منهم يلهم ويريد أن يخرج من هذه الحياة بإنجاز، ببصمة، بتغيير، شيء مختلف، لا يريد أن يعيش على هامش الحياة. طيب وبعدين 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 كل همي صار زواج وبيت وأنتهى الموضوع، ما يصير. خصوصا الشعب الخليجي الآن والعربي صحيح. مقبل على يعني طريقة تفكير مختلفة وانفتاح إعلامي مختلف، فصارت الناس تفكر بطريقة مختلفة، تريد تحقق شيء في الحياة، ما صار همها بس أكل اليوم وهمي هدف اللي هو بيت ووظيفة وانتهى الكلام. أكيد. طيب شو النصيحة اللي تقدمها لي؟ خلنا نبتدي أول شيء في الشباب، للشباب، لأن مثل ما قلت أنت محتاجين شوي هزة يمكن علشان شوي كل واحد يعرف شو هو يريد أو لشو يبي يوصل. عندنا مشكلة كبيرة جدا، وهي فعلا كثير من الشباب يعتقد بأن قربك من الله معناته أنك لازم تكون شيخ، علامة، عالم، قواما في الليل، صواما في النهار، وهذا غير صحيح. أنا أهمني شيئين، عقلك وقلبك. قلبك لابد أن يعلق بالله، لابد أن يعرف هذا الإله العظيم ويدرك أن أصلا نجاحك أنت كإنسان مهما كان عندنا من ذنوب، من معاصي، من سيئات، هي معلقة بالله عز وجل أولا. هذا شيء حينما يتعلق هذا القلب. والشيء الآخر هو العقل، لابد من الإنسان يفعل عقله. كثير من العادات والتقاليد والأشياء اللي احنا نعملها كل يوم ما نفكر في معناها، حتى معاني دينية احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ما ندرك الفرق بين الرحمن والرحيم. نسوي عادات بالصبتنا للقهوة، بالكلام، بالفعل، في العزائم، ما ندرك المعنى الحقيقي لماذا نعمل ذلك. فتفعيل العقل وهو أنك فعلا تبدأ في سؤال نفسك، لماذا أعمل كذا، لماذا أعمل كذا، طيب وبعدين، طيب وبعدين، بعد ذلك يبدأ العقل في معرفة، معرفة البوصلة اللي موجودة في العقل تبدأ تتجه اتجاه حقيقي نحو الهدف الذي نريد أن نحقق في الحياة. فعل عقلك ونظف قلبك وعلق بالله، تنجح بإذن الله، والقدرة والإرادة والصبر كل هذه أكيد. تصبح أشياء ثانوية في الحياة. أكيد. ما شاء الله عليك، أعطيتنا الكثير من المعلومات. يعني أنا الحين أروح أحس عمري ما شاء الله متحمسة، يعني أعطيتنا صراحة بوش، يعني نفس ما نقول شد حيلك. يعني قلت لقبت بأكثر من لقب، وكتب عنك أيضا بكتاب أمريكي أو منتج أفلام أمريكي بأنك سفير لوطنك ودينك. طبعا هذا المنتج العالمي سكوت هو ايضا كان من الناس اللي يعني اللي كان يحب المغامره ويحب السفر، فكان يسالني دائما يقول لي يعني يا فاروق انت ليش مبتسم، ليش سعيد دائما، احنا نمر من عند جثث، هذا فلان فلاني ميت له 3 سنوات وهذه ميته من لها 7 سنوات واحنا نمر معهم وانت لا زلت محافظ على ابتسامتك وايجابيتك. فقلت له يا اخي هذا هو ديننا، دين الاسلام، وهذا احنا ما تعودنا، المفروض ان احنا نتربينا عليه. ان الرسول عليه السلام قال عجبا لامر المؤمن، امره كله له خير، اذا اصابته ضراء شكر كانت له خير، واذا اصابته ضراء فصبر كانت له خير. قلت يعني احنا مكتوب وعارفين احنا نعمل اسباب متفائلين، والسعاده الحقيقيه هي انك تحاول دائما انك ترضى بما انت عايش فيه، ومع ذلك انك ما تقنط ولا تياس من رحمه الله وتواصل. فلما انت تكون على هذا الحال اصلا غصب غصب على النفس انها تكون مبسوطه وايجابيه وراضيه، سواء نجحت ام لم انجح سوف احاول مره اخرى. يعني من ساعه ذكرت انك كنت تشوفون ناس ميته من 3 سنين من 2 سنين للاسف. ايه للأسف كانوا موجودين على سفح جبل إيفرست، يعني تقريبا العديد من الجثث اللي توفت لها 20 سنة 30 سنة 2 سنين. ما ياك أي شعور؟ شو شعورك أنت؟ يعني في ناس قالوا لي مثلا قبل اللي هو قالوا لي اسألي، يعني هو لما كان يشوف مجموعة من الناس اللي طلعت وماتت، وشو كان شعوره في الساعة؟ أنا بقولك شيء عليا، الآن لما أنت يكون عندك هدف إعلامي وتحاولين أنك تحققين هذا الهدف الإعلامي، سوف أنا متأكد أن هناك أيضا نساء أو رجال مثلك أنت عليا يحاولون أن يحققون هذا الهدف الإعلامي. هؤلاء سوف يفشل منهم من سوف يفشل، لكن حينما ترينهم أنت يا عليا وأنت في طريقك نحو قمتك الإعلامية التي تريد أن تحققينها، هؤلاء الذين فشلوا إذا أثروا عليك نفسيا وأحبطوك ونزلوك، معناته انك فعلا انت لا تستحقين الوقوف على هذه القمه، لانك من الداخل محطمه، حطموك هؤلاء. هؤلاء الذين فشلوا ولم يستطيعوا الوصول للقمه، وسواء بالموت او المرض او ما الى ذلك، المفروض انهم ما يحطموننا نحن كمتسلقين. فلذلك متسلق الجبال في امس الحاجه الى معرفه تكنيك معين، نمط تفكير، وهو يسمى بنمط التفكير الايجابي، وهو ان يحول كل هذه العقبات والمعوقات منها هذه الجثث الى محفزات. اني انا اختلف عن هذا الانسان، هذا الانسان لم يكن يحذر مثلا، اذا سوف
أحذر. هذا الإنسان لم يكن مؤهل، إذن لابد أن يكون مؤهل. هذا الإنسان ذهب من عن طريق وخالف مثلا قوانين الأنظمة، إذن أنا لابد أني ما أخالف هذه الأنظمة. فيبدأ الإنسان بالتفكير بمسببات هذا الفشل وبالتالي تجنبها لي أنا كمتسلق. هنا طريقة التفكير الإيجابي التي يفترض أي إنسان في الحياة عند قمة يريد أن يحققها أنه يفعلها، وأنه يتجنب فعلا كل هذه المحبطات التي قد تؤدي إلى أنك يكون عندك ممكن أنها تعطي أيضا طاقة سلبية يعني أو شيء سلبي يأثر عليه. عموما شاكرين لك وجودك معنا. شكر لكم الله. أكيد هذا شرف لنا وفخر لنا جميعا تواجدك معنا. يعطيك ألف عافية. شرف لنا نحن نكون معكم. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم، وشكرا لأخوانا في مدينة كلباء وأهلنا في الإمارات أعزاء وغالين على قلوبنا. تسلم. الله يعطيك العافية. إذا مشاهدينا أكيد متواصلين معاكم، بقول لكم فاصل وخليكم فيانا. يا مرحبا وسهلا فيكم مرة ثانية مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم مساء الإمارات. وقبل ما نبدي فقرة الأخبار مع زميلنا أيمن، حاب أشكر جدا زميلتي عليا على اللقاء الجميل اللي سويته أكيد مع فاروق زومان. أكيد خلينا نقول فخر كبير لنا، خاصة أن خلينا نقول بي بي سي أطلقت عليه إدمن هيلري، يعني أول واحد طلع على قمة مونت إيفرست كان إدمن هيلري، وحطوا صورته على البيزات في نيوزيلند. طبعا فاروق كان هو خلينا نقول أول سعودي أو العربي يطلع وقدر أن يسوي هذا الموضوع فوق. أكيد فخر كبير لنا. على فكرة هو أول ما دخل ملل الاستوديو كله بطاقة إيجابية، نشاط وحيوية. صحيح. كلنا حسينا في الاستوديو أنه في شيء لازم نلحق طاقة إيجابية وايد جميلة ما شاء الله عليه. أكيد إن شاء الله يكون بعد أيضا قدوة لنا ولكل الشباب العرب. أكيد. الحين مساك الله بالخير يا أيمن. مساكم الله بالنور والسعادة. يسرك كل حال. الله يطول عمرك. تسلمين. الله يسلمك. اليوم الخميس يا أيمن. اليوم الخميس وأخبارنا خفيفة وعندنا ضيفنا إن شاء الله بيخبرهم عن السياحة، عسبت أن اليوم الخميس يعرفون وين يسيرون على الأقل. بنتكلم شوي عن بعض الأماكن السياحية إن شاء الله. أكيد نحتاجه. الله يطول بعمرك إن شاء الله. نشكرك طبعا زميلنا أيمن. مشاهدينا الكرام بنخلكم مع فقرة الأخبار وزميلنا أيمن مصبح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا. نشرة الأخبار ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. ترجمة لتوجيهات رئيس الدولة وبطول 300 كيلو متر، محمد بن زايد يأمر بإنشاء طرق داخلية في رأس الخيمة. سيف بن زايد يوجه بتطوير الإسعاف وتوفير مقومات دعم الترابط وترأس اجتماع لجنة القيادات العليا في شرطة أبو ظبي. تلاميذ خارج ركب التعليم في الفجيرة والمدارس تلقي باللوم على أولياء الأمور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا. ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرصا على توفير سبل الراحة والسلامة للمواطنين في كل مناطق الدولة، وبناء على نتائج الجولة الميدانية التي قام بها الفريق أول، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإمارات الدولة، والتي وقف سموه خلالها عن قرب على احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، فقد أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء طرق داخلية جديدة في مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة تستفيد منها 51 منطقة سكنية بين مأهولة وحديثة، ويبلغ مجموع أطوال الطرق 300 كيلومتر طبقا لأحدث وأعلى المواصفات والمعايير الفنية، مع توفير كل شروط السلامة المرورية وأمن الطرق لخدمة قاطني ومرتدي المناطق السكنية بالإمارة. تأتي التوجيهات الكريمة تلبية للتطورات التنموية التي تشهدها البلاد، واستكمالا لسلسلة المشاريع والمبادرات الخدمية التي تنفذها الدولة من أجل تكريس التنمية المتوازنة، خاصة في احتياجات البنية التحتية لمختلف مناطق الدولة، حيث يشمل تنفيذ المشروع إنشاء طرق جديدة في المناطق المأهولة إضافة إلى المناطق الحديثة التي يتم فيها تشييد وبناء المساكن الجديدة للمواطنين، وكذلك التنظيم ورصف مداخل ومخارج الطرق الفرعية وربطها بالشوارع الرئيسية. وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القيادات الشرطية بضرورة زيادة الاهتمام بتوفير مقومات الدعم والرعاية للترابط الأسري وتحقيق الشراكة الفاعلة بين الشرطة والمجتمع والوقاية من الجريمة، وذلك وفقا لأفضل المعايير المتقدمة، وكذلك الارتقاء بمسيرة تطور الإسعاف والإنقاذ بما يسهم في تحقيق معدلات مثلى في الاستجابة للحالات الطارئة. وأكد سموه خلال ترأسه الاجتماع
الاجتماع السادس للجنة في القيادة العليا بشرطة أبوظبي لعام 2012 أهمية تعزيز التنسيق المشترك لتقديم المزيد من الخدمات التي ترتقي بمستوى العمل الشرطي إلى الأفضل. وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي عددا من الموضوعات بشأن الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي، من ضمنها مشروع الترابط الأسري لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية واستراتيجية تطوير خدمات الإسعاف في شرطة أبوظبي، كما واستمع سموه إلى عدد من المقترحات والأفكار الجديدة التي من شأنها تطوير العمل الشرطي والتوصيات التي ستسهم في تسهيل ترجمة الاقتراحات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. من جريدة الخليج، حيث وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوسعة مواقف المركبات التابعة لمسجد الصحابة في الشارقة من خلال تعويض صاحب قطعة الأرض المبني عليها محطة البنزين المجاورة للمسجد بقطعة أرض أخرى في أي منطقة من مناطق الشارقة. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة أمر بعمل توسعة لمواقف المركبات التابعة لمسجد الصحابة بعد استماع سموه لعدد من المتداخلين في الاتصالات الهاتفية لبرنامج البث المباشر يطالبون الجهات المختصة بضرورة إعادة النظر بمواقف السيارات التابعة لمسجد الصحابة نظرا لكونه من أكثر المساجد التي تشهد تأدية لصلاة الجنازة بشكل مكثف. ومن البيان الإماراتية، ومع بدء العام الدراسي الجديد ما زال هناك عدد من التلاميذ خارج خارطة التعليم في الفجيرة رغم مرور أكثر من 10 أيام على الدوام النظامي، ليجد أولياء أمور الطلبة أنفسهم أمام معضلة اكتفاء المدارس الخاصة والترقب على قوائم الانتظار الاحتياطي التي تنجي أبنائهم بأمل انسحاب طالب أو افتتاح فصول جديدة لاستيعابهم، مشكلة ترددها إدارات المدارس الخاصة إلى تقاعس ولي الأمر في متابعة شؤون ابنه، في حين يؤكد الأخير أنه يبحث عن الأفضل وسط قلة المدارس الجديدة، لكن القائمين على المدارس الخاصة يبررون موقفهم ويؤكدون أن أولياء الأمور هم المسؤولون عن تلك المشكلة، وذلك بتمسكهم بمدارس معينة على أساس شهرتها أو قربها الشديد من السكن أو عمل ولي الأمر أو لاعتبارات أخرى تأتي في مقدمتها تسجيل وتأجيل تسجيل أبنائهم حتى آخر الوقت كظاهرة اجتماعية بدأت في التصاعد يوما بعد يوم. ومن جريدة الاتحاد، وفي قسم وجهات النظر، كتب الكاتب الدكتور أحمد عبد الملك تحت عنوان براءة المسلمين إدانة المنتجين حول ما يجوب الشارع العربي اليوم والعالم حول الفيلم الذي أساء لرسول البرية محمد صلى الله عليه وسلم. لنتابع بعض هذه المقتطفات في مقالات الإعلامي عبد الملك لهذا اليوم. لا شك أن إنتاج فيلم براءة المسلمين الذي أساء للرسول صلى الله عليه وسلم هو خروج عن أخلاقيات الإنتاج الفني وعبث يراد به خلق الفتن والضغائن بين الديانات السماوية دون مبرر، كما أنه يمس أعظم رمز قاد البشرية إلى الهداية بعد عهود من الظلام وعبادة الأصنام، كما أقام دولة الهدى ونشر مفاهيم العدل والرحمة من بعده خلفائه الراشدون رضوان الله عليهم، حتى وصلت رسالة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. ونحن كمسلمين لا نسمح بأي تشهير ضد أي دين حتى لو لم يكن سماويا، كما نشجب أي إساءة للأنبياء والرسل والتطاول عليهم، لأنهم مختارون لهداية الناس وتبليغهم رسائل من الخالق عز وجل، وكما لا نسمح بذلك للأديان الأخرى، فالواجب ألا يسمح أصحاب هذه الأديان بما لا يرضونه منا لدينهم. نحن ندين ذلك الفيلم، وقد عبرت معظم الدول العربية والإسلامية عن غضبها من إنتاجه، لا سيما أنه لا يملك أي قيمة فنية سوى تحقير الآخر وتسفيه معتقداته، وليس ذلك من الفن في شيء. احتفلت شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية بروج بتكريم 100 موظف وموظفة من شركة بروج للإنتاج وشركة بروج للتسويق والمبيعات، وذلك تقديرا لخدمتهم الطويلة في الشركة والتي تجاوزت 10 سنوات، فيما تسلم الموظفون المكرمون شهادات تقدير وهدايا، وتم خلال الحفل تكريم موظفي الشركة القدامى وتوزيع جوائز بروج للابتكار على الموظفين الذين قدموا أفكارا مبتكرة ومفيدة وقابلة للتطبيق
التطبيق تصب في مصلحة الشركة. وحضر حفل التكريم سعادة المهندس عبد الله ناصر السويدي مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وسعادة راشد سعود الشامسي مدير دائرة البتروكيماويات في أدنوك، ورئيس مجلس إدارة شركة بروج للتسويق والمبيعات، وكبار المسؤولين في شركات أدنوك وعموم الموظفين. ومن سكيك في جريدة الإمارات اليوم لهذا اليوم تتابعون في أخبارنا السريعة أخبار منوعة اخترتها لكم في سياق سريع لنتابع فيها. ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إحدى شركات الديكور في الإمارة رد قيمة ديكور إلى مستهلك بعد أن شكى ضد الشركة أنها قدمت له تصميمات ديكور سبق أن نشرت من قبل في مجلات عالمية متخصصة على أنها تصميمات خاصة بالشركة، إذ أنه عند التحقيق في الشكوى تبين أن الشركة لم تقم بتسويق منتج خاص بها بل قلدت منتجات عالمية على أنها إنتاج محلي للشركة. تحقق دائرة التنمية الاقتصادية في شكوى أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات في الإمارة متهما إياها بالتدليس، إذ أشارت الشكوى إلى قيام الوكالة بالترويج لحسومات على أسعار سيارات محددة، لكن عندما يتقدم المستهلك للشراء تعرض عليه الوكالة أسعارا أخرى باعتبار أن سيارات العرض قد نفذت وأن السعر الجديد الأعلى للسيارة يتم جلبها من مخازن الشركة. قامت البلدية بتشجير عدد من الدورات في مدينة خليفة ألف في أبوظبي بزرع مرتفع يحجب الرؤية عن سائقي المركبات لاستطلاع القادم من الطرف المقابل للدوار ما قد يسبب حوادث مختلفة. طالب متسوقون إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بإصدار نشرة دورية شهرية توضح فيها أسعار السلع المعتمدة مع توضيح أسباب موافقتها على رفع أسعار سلع أخرى. شكى عابرون لمنفذ هيلي في العين توقفهم لفترات طويلة وذلك قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى منطقة البريمي العمانية خصوصا مع بدء العام الدراسي، مطالبين بإيجاد آلية لتسهيل وتسريع عملية العبور. جدد مراجعون لمقر وزارة الخارجية في دبي طلبهم بتوفير عدد أكبر من المواقف لسياراتهم، إذ أكدوا أن الكثير من الوقت المهدور لديهم يضيع من دون الحصول على موقف في المنطقة المكتظة بسفارات دول عدة. ومن أخبارنا أيضا وفي آخر الأخبار لهذا اليوم، شرطة عجمان تطبق حملة شهرية بعنوان يوم بلا مخالفات، حيث أكد من خلال العميد علي عبد الله علوان القائد العام لشرطة عجمان أهمية مساهمات شركات التأمين في عملية تحفيز سائقي المركبات في الدولة الذين لا يرتكبون مخالفات أو يقومون بحوادث مرورية، وذلك بأن يؤمن لهم مجانا ويسترد مبلغ التأمين الذي دفعه السائق نتيجة لالتزامه بالأنظمة والقوانين المرورية. إذن مشاهدينا وفي أخبارنا أيضا، هناك إغلاقات الأسهم الإماراتية لهذا اليوم، حيث أنهى مؤشر سوق أبوظبي جلسة اليوم بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.5% من 100 بخسائر بلغت 0.34 جزءا من النقطة، وصل بها إلى مستوى 2616 نقطة ليعود السوق إلى التراجع مرة أخرى بعد ارتفاع يوم أمس. لنتابع التفاصيل. هذا ما كان في سوق أبوظبي، ولكن بالنسبة لمؤشر سوق دبي المالي وفي تعاملات اليوم داخل المنطقة الحمراء ليتراجع بنسبة 0.7% وخسائر بلغت 11.35 جزءا من النقطة، حيث بلغ المؤشر العام اليوم مستوى 1605 نقاط، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة اليوم هي 1618 نقطة، في حين كانت النقطة 1600 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر في تعاملات سوق دبي في هذا اليوم. لنتابع. وفي حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة في دولة الإمارات ومدنها لهذا اليوم، وكما عودناكم ينضم إلينا عبر الهاتف من مركز الأرصاد الجوية والزلازل في العاصمة أبوظبي السيد أحمد الشندودي محلل في الأرصاد الجوية. أهلا بك سيد أحمد. الله يحييك أخوي، كيف الحال؟ الله يطول بعمرك. يعطيكم العافية إن شاء الله. ماذا تخبرنا عن حالة الطقس لهذا اليوم؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي عليكم وعلى المشاهدين. في
في البداية حبينا نبين للمشاهدين شهدة اليوم ولله الحمد الدولة أمطار غزيرة مع برد على المدام وما حولها وأمطار خفيفة على ضواحي العين وفلج المعلة. كانت غزيرة ومتوسطة في الذيت. بسبب هذه الظاهرة تشكلت الخلايا من السحب الركامية بعد ظهر هذا اليوم وانتهت الحالة في هذه الفترة. فسجلت محطاتنا محطة المركز حتى الآن في فلج المعلة 3 مليمتر وفي الشويب 0.2 مليمتر. فإن شاء الله في الطقس المتوقع خلال اليوم غد إن شاء الله يكون الطقس حارب وجه عام نهارا وتظهر السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال والرياح إن شاء الله بتكون خفيفة إلى معتدل السرعة بوجه عام قد تنشط أحيانا مثيرة لبعض الغبار والأتربة على المناطق الداخلية وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الباكر على المناطق الساحلية الغربية مع تشكل بعض الضباب الخفيف. درجات الحرارة إن شاء الله متوقعة العظمى تتراوح ما بين 35 إلى 42 درجة مئوية والصغرى ما بين 27 إلى 31 درجة مئوية. بالنسبة لحالة البحر ففي الخليج العربي وبحر عمان بشكل عام بيكون إن شاء الله خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى 3 يصل 4 أقدام في العمق. بالنسبة للطقس متوقع خلال يومين القادمين يستمر الطقس حار وجه عام نهارا ومغبر أحيانا وتظهر السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال والرياح إن شاء الله بتكون خفيفة إلى معتدل السرعة وجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الداخلية، والبحر إن شاء الله بيكون بظل خفيف إلى متوسط الموج وتزداد الرطوبة نسبية في ساعات الليل وصباح الباكر على المناطق الساحلية. هذا والله أعلم. إذن كان معنا عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبو ظبي من مركز الأرصاد الجوية والزلازل أحمد الشندودي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بعد حالة الطقس سيكون معي ضيفي في الاستوديو اليوم المحلل الإعلامي دريد البيك، ولكن بعد فاصل قصير نعاود بعدها مع الإعلامي دريد. السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني أن أستضيف معي في الاستوديو السيد دريد البيك مدير جريدة الجلف نيوز الإماراتية ليحدثنا اليوم حول السياحة في دولة الإمارات. أهلا بك سيد دريد. أهلا بكم سيد دريد. يعني تحدثنا قليلا حول السياحة في دولة الإمارات، دعني أسألك السؤال الإجمالي حول دولة الإمارات، إلى أي مدى وصلت دولة الإمارات لترسيخ أقدامها على الساحة السياحية بشكل عام؟ طبعا يعني من المعروف تماما انه البنيه السياحيه لاي دوله تعتمد على الكثير من العوامل. نعم. يعني اهم هذه العوامل الحقيقه اللي هي العوامل الثقافيه والعوامل الطبيعيه والعوامل البشريه اللي تجذب الناس الى القدوم لها. وبالواقع يعني في كان بالبدايه عندما بدأ التفكير في صناعه هذه السياحه، والحقيقه يجب ان نذكر شيء مهم انه يمكن الشارقه كانت اول اماره تبدا تفكر في عمليه يعني التشجيع السياحي، وهذا كان من بواكير عام 1970 يعني 72 بعد الاتحاد بفتره قصيره. نعم. الحقيقه انه هذه البذره الصغيره نمت بشكل سريع، وطبعا يعني تناولتها دبي بعد فترة لاحقة، وهذا الكلام كان في بداية التسعينات، والآن نشهد دولة حقيقة وكأنها من أعرق الدول السياحية في هذه المنطقة، بالرغم من أنه يعني العوامل الثقافية قد تكون كلها حديثة والعوامل يعني والعوامل الطبيعية قد لا تكون بشكل تقليدي هي العوامل التي تجذب السائح. نعم. وكان لي يعني حديث كثيرة مع السياح خلال فترة يعني عملي الصحفي على ما يزيد من ربع قرن، فعرفت تماما انه قد لا يكون الجاذب السياحي دائما هو وجود مثلا حضارة عمرها 5000 سنة كما هي الأهرامات، رغم وجود وكان وجود حضاري في الإمارات حتى الآن لم يستثمر. نعم. بشكل كبير.
كانت دولة الإمارات أهم شيء فيها هي البنية اللي استطاعت أن تقدمها، البنية الحقيقة المتميزة المتميزة في العالم كله، من طرق، من نظافة، من شواطئ جميلة، من فنادق لا يوجد لها مثيل بالفخامة في كل دول العالم. وبذلك استحقت حقيقة دولة الإمارات أن تكون يعني ارتفعت خلال 3 سنوات الماضية من المرتبة 84 إلى المرتبة 34، يعني 50 دولة قفزت عليها خلال 3 سنوات. هذا طبعا على الصعيد دول مجلس التعاون وكذلك الشرق الأوسط وإفريقيا أيضا. 140 دولة سيدي، نحن نتحدث عن 140 دولة. نعم. كانت دولة الإمارات في عام 2008 يعني تعد تقريبا الـ 84، قفزت إلى الـ 34 أو 3 يعني بهذا الرقم. كانت الأولى عالميا في مجال التسويق السياحي. يعني السياحي. هذا أمر هذا أمر ما هو بسيط حقيقة. وفي وقت قصير أيضا، يعني بين قوسين أنا في وقت قصير أثبت جدارتها ورسخت أقدامها على قاعدة السياحة. وكانت الرابعة عالميا في بنية القطاع الجوي، بنية النقل الجوي. نعم. الرابعة عالميا، يعني وجود 4 شركات طيران أو 5 شركات طيران محلية، ومنها طيران الإمارات وطيران الاتحاد الذي يعني يكون في المراكز الأولى عالميا في كثير من المناحي، يعني حسب التقسيمات هذه. ما يحضرني يعني عذرا للمقاطعة، ولكن ما يحضرني أن خلال اليومين الماضيين وقعت طيران الاتحاد مع أيضا الرويال جت تقريبا بالنسبة لعملية النقل ما بين إماراتي الفجيرة وأبو ظبي، وكذلك إمارة رأس الخيمة وأبو ظبي لتسهيل عملية الانتقال، وهذا أيضا نوع من أنواع الجذب السياحي إلى دولة لتقصير المسافة بين الإمارات بشكل عام. وإن شاء الله راح تقصر المسافة أكثر وأكثر بوجود قطار الاتحاد سكة الحديد. نعم. الذي سيكون جاهزا في عام 2018. هذا القطار الذي أعول عليه شخصيا الكثير من ربط دولة الإمارات ببقية المنطقة كلها، وربط دولة الإمارات بطريقة يعني حضارية بكل مدنها، بشكل أنه يكون في أمان عالي جدا بالسير على يعني بالانتقال من مكان إلى مكان وبمسافة قصيرة أو بزمن قصير جدا. الحقيقة يعني إذا نحن تناولنا هذه الأمور كلها بنحس أنه الحقيقة الإمارات بكل تنوعاتها، طبعا دبي هي ما زالت الأشهر عالميا في موضوع جذب السياحي، لكن هذا لا يعني أنه نحن الآن نشهد جهود جبارة في على مجال أبو ظبي في الارتقاء بالقطاع السياحي وفي الجذب السياحي، وخصوصا يعني السياحة الآن سيدي أنواع، هنالك سياحة العوائل وهنالك سياحة الشركات وهنالك سياحة ما يسمونها بالحوافز وهنالك سياحة المؤتمرات، وتريد دولة الإمارات أن تكون السياحة التي تجذب كل هذه العوامل وتكون سباقة في هذا المجال. نعم سيد دريد، بالنظر إلى موضوع السياحة في دولة الإمارات خاصة في الآونة الأخيرة، شهدنا الكثير من المنجزات الحضارية في دولة الإمارات خاصة من العاصمة أبوظبي في تشييد الكثير من الفنادق التي تسابق أيضا في عملية المنافسة الدولية في تصنيفها الدولي أيضا، وهو عامل من عوامل الجذب. أيضا الأماكن السياحية، الحدائق، الشوارع بشكل عام، الطرقات التي تجوب المنطقة بنظافتها وغيرها كما ذكرت، المنارة ليل النهار. نعم أيضا هناك بعض المناطق التي يمكن للسائح أيضا زيارتها في دولة الإمارات خلال مدة 24 ساعة التي تكون متوفرة. هل تعتقد أن دولة الإمارات بدأت يعني تنظر إلى الجانب السياحي أكثر من أي جانب آخر؟ مثلا إذا نظرنا أنه مثلا أحد الأسس الأساسية هو العامل السياحي أو الجانب يعني السياسي؟ الحقيقة أنه دولة الإمارات كأولوية للقطاع السياحي حسب المؤشر التنافسي العالمي تضع السياسات الحكومية هي بالمرتبة الثالثة عالميا في مجال الاهتمام بالسياحة. أين نربط، دعني المقاطعة، أين يمكن أن نربط السياحة بالاقتصاد؟ طبعا السياحة مورد مهم جدا من موارد الاقتصاد، وقد لا ينظر إليها في دولة الإمارات فقط على أنها
مورد اقتصادي وإنما هو مورد للتعريف بدولة الإمارات وللتعريف بهذه الحضارة التي في كثير من أذهان الناس أنها حضارة نفطية فقط، لكن الواقع يدل على أنه أي شخص، أي عائلة، أي مسؤول حكومي يأتي إلى هذه البلد كسائح بطريقة أو بأخرى، بمؤتمر، المعارض أيضا المؤتمرات، نعم. فإذا به يشاهد أنه أمام دولة يعني سباقة في كل مجالات، والحقيقة فيها مستويات من الرفاهية والجمالية قد لا تكون متوفرة في بلدان سياحية عريقة جدا. لذلك تجد أنه هذا الرجل أو هذه السيدة التي تأتي لدولة الإمارات مرة، قد يكون بسبب أو بآخر يعني تأتي مرة ثانية ومرة ثالثة لأنها تريد أن تكون يعني تعيش في هذه الأجواء الجميلة وتستمتع بكل ما تستطيع أن توفره السياحة في الإمارات. يعني هذا أمر مهم. السياحة الحقيقة روجت الاستثمار التجاري والصناعي، وإذا أردنا أن نتحدث بالأرقام يعني القطاع السياحي الآن يوفر بحدود 16 إلى 17% من الناتج الداخلي المحلي، نعم، لدولة الإمارات، وهو يؤمن مدخولا يعادل 40% من الدخل النفطي. وبالتالي يعني خلال 10 سنوات إذا كانت حسب النسب أو بالأحرى حسب الخطة الموضوعة بأن يتضاعف هذا الرقم، لوازى المدخول السياحي مدخول النفط نفسه. وبالتالي نحن أمام يعني حقيقة صناعة شيء من كما يقال بالإنجليزية from scratches، من البدايات، من البدايات الأساسية الأساسية، نعم. يعني صنعت السياحة من بدايات قد لا يكون يفكر أي إنسان أنه ممكن تكون في سياحة في هذه البلد وإذا بها تصنع. والحقيقة يعني يحضرني هون قول لأحد الأشخاص يعني الحقيقة المتمرسين في مجال السياحة، الدكتور يعني غانم الهاجري، أذكر، نعم. أذكر أنه قال لي مرة يعني قبل 25 سنة تقريبا، قال لي في العالم كله هنالك العرض والطلب، يعني هنالك عندما يكون هنالك يعني طلب معين فتقوم بعرض البضاعة. نحن في الإمارات نفكر بأننا يعني نجزل في العرض فإذا بنا نخلق الطلب، وهذا الحقيقة يعني نظرية جميلة جدا أثبتت حضورها وأثبتت وجودها في ولا ننسى أيضا يعني على بالنسبة لدولة الإمارات كمدة قصيرة أثبتت والحمد لله بفضل الله طبعا أنها أثبتت جدارتها في جميع الميادين أو على الصعد العالمية، وبدأت تنافس أعتى الدول في بعض المنجزات الحضارية التي لها. هناك أيضا ربط بين السياحة والتراث، هناك لعشاق التراث بدولة الإمارات بشكل عام ينظرون إلى السياحة التراثية في دولة الإمارات. هل تعتقد بأن السياحة التراثية في دولة الإمارات هي أحد عوامل جذب السياحي لدولة الإمارات؟ لا شك، يعني لا شك، قد يكون نحن بذهننا العرب أنه يعني الصحراء هي عبارة عن الصحراء والجمل والبيئة الصحراوية، قد تكون من عوامل الضنك اللي نحن يعني انتقلنا منه إلى ولكن باتت اليوم أحد عوامل الجذب، نعم، السياحي. إلى شك الليالي الكثيرة التي تقضى بالصحراء، نعم، من قبل سواح قد لا يكون مر بذهن مرة أن يكونوا بهذه الأجواء، لا شك أنه هذه أحد العوامل المهمة. يعني دولة الإمارات الحقيقة مثل كل دول العالم فيها مواسم سياحية، وهذا الموسم موسم طويل وليس قصير. هنالك لدينا 6 أشهر من الطقس الجميل والرائع، قد يكون لدينا 6 أشهر أخرى من الطقس يعني الحار، لكن حتى هذا الطقس الحار بشوف أنه في بعض الناس ميالين للقدوم فيه والاستمتاع فيه بالشواطئ وإلى آخره، نعم، والسباحة وإلى آخره، نعم. لكن من المؤكد على أنه دولة الإمارات تملك عوامل جذب قد لا تكون منظورة أو مرئية، وقد لا تكون يعني قد لا تكون تقليدية للجذب السياحي، وهذا ما نشهد أنه يتم استثماره بشكل جيد. نعم سيد دريد، أين ترى الشركات السياحية في دولة الإمارات دورها كترويج، دور ترويجي للسياحة في دولة الإمارات؟ الحقيقة يعني مع كثافة أيضا هناك شركات بشكل كثيف جدا تحاول أن تروج لدولة الإمارات، تنضوي تحت دائرة التنمية الاقتصادية أو هيئة الإنماء والترويج السياحي في إمارات الشارقة أو غيرهم من دوائر التنمية الاقتصادية بشكل عام في دولة الإمارات. أين ترى دورها في عملية الترويج السياحي؟ يعني هنالك الحقيقة في دوائر السياحة، دائر السياحة في أبوظبي ودائر السياحة
أيضا والترويج في دبي. هذه دوائر بدأت تعمل وبشكل الحقيقة كما نقول يعني بروفيشنال، بشكل قادر على أنه يروج للقطاع السياحي بشكل عملي وبشكل يعني عصري. لذلك أعتقد بس لكن لا يمكن أن يوجد أفضل من القطاع الخاص في موضوع الترويج. لذلك تعتمد سياسة الترويج السياحي في دولة الإمارات على إيجاد بنية حكومية جاذبة وتعمل من تحتها ومن تحت مظلتها الشركات الخاصة من أجل الترويج السياحي. لذلك استحقت دولة الإمارات بحق بأن تكون الأولى عالميا في مجال الترويج السياحي وتسويق السياحي. يعني اعتمدت الشركات السياحية على قاعدة متينة في عملية المنظومة السياحية. وتوفر خدمات حقيقة لهذه الشركات بحيث أنه تنمو. وإذا أنت نميت وإن كنت قطاع خاص فإذا كنت أنت بخير فأنا بخير والإمارة كلها بخير والإمارات كلها بخير. يعني بالبداية كان ينظر على أن دبي بدأت يعني تأخذ كل الكعكة السياحية، فإذا بها يعني الآن من ينزل في دبي يذهب إلى الفجيرة ويزور الشارقة ويمر على رأس الخيمة ويمر في أبو ظبي وكذلك أبو ظبي السائح إلى أبو ظبي لابد أن يزور دبي ليشاهد برج خليفة وبرج العرب ويمر في هذا الشارع الجميل شارع الشيخ زايد. لذلك أعتقد أن يعني التكامل ينتج عندما يكون عندك قاعدة وهذه القاعدة متناغمة، لا شك أن التكامل ينتج وتكون هنالك الفائدة عامة وللجميع. نعم سيد دريد، الحديث في هذا الموضوع يطول حقيقة، وأنا أعلم أنه موضوع ثري جدا، وخاصة إذا أردنا أن نعد أو نحصي ما هي الأماكن التراثية في دولة الإمارات فهو موضوع شيق. نعم. ولكن نتمنى بإذن الله أن نقوم باستضافتك في حلقات بإذن الله قادمة للحديث حول الموضوع أو في يعني سياق هذا الموضوع بشكل عام. شكرا لكم وشكرا للضفرة. شكرا جزيلا لك أيضا. إذن مشاهدينا كان معنا السيد دريد البيك مدير تحرير جريدة الجلف نيوز في قناة الضفرة. نعود عودة جديدة بعد هذا الفاصل البسيط إلى ما تبقى من برنامج مساء الإمارات. مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا، أكيد من جديد رجعنا لكم خلال الفعاليات اليومية. خلونا نشوف هذا التقرير اللي عد لنا فريق البرنامج عن افتتاح معرض قراءة بلا حدود بخورفكان. نتابع التقرير ومن عقبه متواصلين. افتتح سعادة سعيد علاي رئيس المجلس البلدي بخورفكان اليوم بمركز إكسبو خورفكان فعاليات الدورة الأولى لمعرض المنطقة الشرقية تحت شعار قراءة بلا حدود بمشاركة أكثر من 50 دار نشر محلية وإقليمية ويمتد لمدة 10 أيام. ويعتبر معرض المنطقة الشرقية واحدا من أهم المعارض التثقيفية في المنطقة الشرقية ومشروعا حضاريا وثقافيا ينطلق من الأسس الحضارية للمجتمع الإماراتي ويهدف إلى تعزيز ثقافة الفرد وتوعية الفرد بأهمية القراءة في الحياة المعاصرة وكذلك تعويد الأطفال على القراءة منذ الصغر لكي يشكلوا جيلا متحضرا ومثقفا. هذا ويصاحب المعرض فعاليات وأنشطة ثقافية من ورش عمل ومحاضرات وقراءات في الكتب يشارك فيها طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور وأبرز الشخصيات الثقافية لتعزيز التفاعل الثقافي والتبادل بين كافة شرائح أفراد المجتمع.
يا مرحبا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائنا المشاهدين، وحين بننتقل لفقرة الصحف والإنترنت نفس ما عودناكم يوميا، وأول خبر عندنا اليوم من جريدة إمارات اليوم، وبخلي زميلتي عليا تبدي لكم إياه. أكيد الخبر يا مؤمن أبدا مش حلو. نعم. يقول طبيبان كهلان يصرفان أو يصرفان أدوية مخدرة مقابل هدايا ونقود. طبعا هذه مشكلة كبيرة خلنا نقول نعاني منها حاليا في الدولة، وأكيد شفناها من أكثر من مرة في أكثر من لقاء في تلفزيونات أخرى ربما عن هذا الموضوع، لكن إن شاء الله أكيد إحنا واثقين تماما أن حكومتنا بيقدرون يخلصون هذا الموضوع بأسرع وقت. وخلكم طبعا يا جماعة خلنا نتابع كنا مع بعض كيف شو ربعنا يسوون وكيف تتصرف هاي الأدوية، لازم نعرف ويكون عندنا وعي كامل عن هذا الموضوع. يعني ما بنطول يعني أيضا مؤمن للأسف يعني ما عندهم أي يعني هم دكاترة والمفروض أنه يكون عندهم حس شوي للمسؤولية. نعم. بس للأسف الظاهر أنه ما في أي حس للمسؤولية، ولازم يتعاقبون عقاب جدا شديد عشان يكونون مرة ثانية عبرة لكل واحد يفكر بس أنه يسوي هالحركة. صحيح هذه. وطبعا ركضوا وراء البيزات خلنا نقول والهدايا. بننتقل حين الخبرنا الثاني، هو أيضا ياينا في جريدة إمارات اليوم خبر يعني هو مضحك ومحزن في نفس الوقت. هو خبر عن كنا عارفين دوم أن الشباب أو اليهال خلنا نقول في المدارس يشردون المدرسة، الطلاب بشكل عام معظمهم يشردون أو يدانقزون الصورة. حين الخبر مال اليوم مكتوب أن مدرسة حمدان بن راشد تسعى لإنهاء مشكلة القفز فوق الأسوار رغوة لازجة تمنع الطلبة من الهروب. حلو عيبتني هذه الحركة، يعني حركة وايد أكيد بتمنع كثير من الطلاب أكيد أنهم يشردون خلنا نقول من فوق الصور. طبعا لأن أكيد يعني لو بيطلع فوق أكيد بيزهق وبيطيح يعني من فوق ممكن أنه يتكسر. لا هو بيلزق في هذا ممكن أنه أيضا يتكسر. كيف في الأفلام في نشوف في السجون مرات يحطون سلوك كهرباء، إحنا عندنا حطوا رغوة لازجة. يعني في وايد تعليقات بخصوص هالموضوع صراحة، وفي تعليقات كانت حلوة وتعليقات يقول لك لو حطوا أشواك شائكة أو أسلاك كهرباء بعد الطلاب بيشردون. لا لا ما في فائدة. ما ظني خلاص أعتقد الحين بعد أول وثاني طالب ما بيشوفونه لازق فوق السور، وأكيد بيسوون عبرة كبيرة أكيد. طبعا ما بيقدر يسوي هذا الموضوع بعد مرة، أعتقد بتكون عبرة لكل الطلاب الأخر. بآخر خبر عنا اليوم مشاهدينا الكرام، وبعدنا في موضوع التكنولوجيا والحرب القامة دومها بين جميع الشركات حاليا. طبعا كنا عارفين التاتش استوى خلاص، حياتنا كلها استوى التاتش في تاتش. حين اصدرت شركه LG مؤخرا ان هي تبغى تدخل في الصراع القوي اللي قائم بين جالكسي وايضا الايفون واللي هي شركه ابل. اكيد اصدرت مؤخرا ان في تلفون جديد سوته شركه LG اسمه انتيوشن، نفس ما شايفينه عنا على الشاشه. هذا بيكون التحدي الاول لتلفون التاب مال جالكسي. جميل مؤمن. جميل مؤمن. دائما انت ما شاء الله عليك يعني متابع لكل امور التليفونات والتكنولوجيا وهالسوالف هذه. نعم. كلها اكيد. وطبعا برجع بذكركم اخبارنا عن ايفون، برجع بذكركم ان الايفون 5 بينزل في الاسواق ابتداء من بكره، تقدرون تروحون تتسوقون اكيد وتتشرون جريب. هذه طبعا حسب اصدارات الجرائد المحليه اللي كانت متواجده. بننتقل الحين مشاهدينا الكرام للفيديوهات، خلينا نشوف اليوم شو اختار لنا طاقم الاعداد من ويب سايت اليوتيوب. صراحة يعني كالعادة كل الفيديوهات اللي شفناها كانت وايد حلوة وايد مميزة، خصوصا دائما ما أعرف أحس دائما الأولاد عندهم أذية شوي أكثر عن البنات.
ما احس يعني هو هذا واقع صراحه مؤمن. صراحه واقع طبعا خلينا نقول يعني الشباب معروف كيوت ويالسه وقاعده تاكل ما اعرف شو قاعده تسوي تلعب يدزها على الطاوله وطاحت البنيه وما اعرف شو استوى لكن هذا خلينا نقول شيء طبيعي يعني معروف الشباب يعني شياطين خلينا نقول مسكلجيه دومنا من واهل صغار والبنات اكيد هداوه وكذا حساب شيء اكيد الاهل دومهم خاصه في السن الصغير يحبون البنات اكثر لكن الحين الجيل مؤمن اختلف ولا شو رايك اخس الحين البنت البنيه استوت شرات الاولاد بقوها يعني قويه هي لان اعتقد التكنولوجيا وكذا خلينا نقول شويه تعلم اكثر خاصه ان اكيد يوم تكون الام حامل يعني كل ما تكون الام حسب ايش كثر الام مطلعه في الحياه على التكنولوجيا وعن الحياه طبعا هذا يتحول عبر الدي ان اي اكيد للطفل عصابتي الحين الاطفال كلهم ما شاء الله الاي كيو مالهم وايد اذكياء بننتقل الحين مشاهدينا الكرام للصور واول صوره بنشوفها مع بعض بيت يعني حلو من برا بتقولوا لا خلينا نشوف الصوره شفنا بيت من برا خزان مواي شكله من بعيد عادي خزان مواي قديم يمكن ما احب يروح عليه لكن من داخل شفته كثر فخم وكثر خلينا نقول مسوي اثاث ووايد حلو مسويه بسلالم من داخل شيء وايد جميل طبعا في وايد ناس تعشق هالسوالف وايد ناس تعشق ديزاينات البيوت الغريبة في ديزاينات او اشكال بيوتها من الداخل بعد خاطرك في اول بيت عرضناه المنجلب ولا غيرت رايك شويه يعني لا عقب ما شفت هالبيت يعني ممكن انت تعرف مؤمن انا بسرعه اغير رايي بسرعه خلونا مشاهدينا الكرام نشوف شو الثاني صوره ويانا شفنا الصورة وايد حلوة الثانية هذه في ألمانيا في خلينا نقول حوض سمك لكن مسوين لفت داخل الحوض على حساب اللي يطلع واللي ينزل يشوف الحوض طبعا كل الأسماك الماء هذا عندنا هني موجود في البلاد أكيد ما عندنا اللفت لكن نفس الأوبشن موجود نوعا ما أوردي يعني حوض الأسماك دائما يبعث راحة وسكينة وطمأنينة نعم. في عند أي شخص نعم آخر صورة ويانا قبل ما نشوفها سوني مسوي مسابقة اللي بيرد عليها أو اللي بيربح بياخذ 100,000 دولار حاطين أربع أسئلة على الصورة اللي بنشوفها أول سؤال بقول لكم أول سؤال منو أكثر إنسان فهالصورة تعبان خلنا نشوف مع بعض الصورة بالذمه يعني مؤمن صراحه ما اعرف انت قدرت تفرق بينهم لا ما هي المسابقه ثاني سؤال هذول كلهم شخص واحد يعني كلهم يتشابهون اول سؤال منو اكثر واحد نعسان وبينام ثاني سؤال منو اول منو اللي تو ناشم الرقاد اخر سؤال منو اللي خاطره الحين يعني قبل شوي كان نايم ونعسان واخر سؤال كم توم ترون في الصوره هاي مسابقه مسويت لنا شركه سوني واللي بيربح بياخذ 100,000 دولار ما أعرف أنا حسيتهم كلهم أول شيء متشابهين وبالنسبة للأسئلة الثانية ما أعرف صراحة لا تعليق لا تعليق خلصت هي فقرة الإنترنت مالتنا مشاهدينا للكرام نتمنى تكونوا استمتعتوا فيها خلونا سريعا نقولكم شو الأوبشن اللي تقدرون تسووه ويانا في هاي الفقرة تحديدا أكيد أعزائي المشاهدين لإرسال الصور والفيديوهات المضحكة يرجى إرسالها على عنوان البرنامج مسا الإمارات @الظفرة.tv أكيد نفس ما خبرناكم قبل مشاهدينا الكرام تقدرون أنتوا أيضا تشاركونا في هالفقرة بفيديوهات مضحكة أو صور مضحكة تشوفونها طرشونا إياها على إيميل البرنامج نفس ما خبرتكم زميلتي أيمن توا أما الحين مشاهدينا الكرام ونفس ما عودناكم يوميا مع علم الدرور وزميلتي عليا تفضلي عليا
أكيد يقول لك اليوم علم الدرور يا مؤمن. اليوم الخميس 20 سبتمبر يصادف الدر الأربعين، من أهم ما جاءنا عن موسم الزراعة، فإنه يجب الإكثار من السقي لشدة حرارة الجو، وفيه تحرث الأرض، يكثر في الدر صرام النخيل ويزرع البصل واللوبيا والموز، وفيه تحرث الأرض وتسمد. ينبغي الإكثار من الماء للمزروعات، ويزرع فيه الكثير من الخضروات، منها البرسيم والجزر والحنطة والزنجبيل والسفرجل والكمون والهندبة والكزبرة، ويكثر في الدر جراد النخيل ويحلو الرمان في هذا الدر الأربعين يا مؤمن. هذا كل شيء أنا بخصوص علم الدرور. الله يعطيك العافية زميلتي أليا. مشاهدين الكرام، ما بنطول عليكم أكثر، عدريبكم كلكم من بداية الحلقة، وإحنا أيضا أكيد نتريى فقرة فنانة الكبير علي الخوار وبنيكم فيها، بس بعد هذا الفاصل خلكم فيانا. مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا. عندما يذكر الشعر في الإمارات يذكر علي الخوار، وعندما تذكر الأغنية الإماراتية يذكر علي الخوار، وعندما تذكر الرومانسية في الإمارات يذكر أيضا علي الخوار، وعندما يذكر حب الوطن والانتماء يذكر علي الخوار، وعندما تذكر علاقات الفنانين في الخليج والوطن العربي بالإمارات يسجل لعلي الخوار رصيد كبير من التعاون في كتابة كلمات أجمل الأغنيات. مرحبا بك معنا. الله ويسعد لي مساك اليوم، يسعد لي مساك معنا اليوم في مساء الإمارات. يسعد مساكم أختي علي وأخوي مؤمن، وأنا سعيد بوجودي وياكم لأول مرة. نحن اللي سعداء صراحة. الله يسعدك. شرف لنا. شرف لي. الله يطول في أعماركم، وإن شاء الله أن نقدر نقدم وياكم مادة حلوة ودسمة. يعني أول شيء اليوم الخميس نهاية أسبوع، وشوف محلى هذا الختام فقرتنا كيف بتكون يا مؤمن. ختام الفقرة وختام الأسبوع نفس ما قالت طبعاً علي. إحنا جداً سعداء، وطبعاً طاقم العمل بالكامل كانوا وايد مستانسين ومتحمسين إنه إن شاء الله الأستاذ علي الخوار اليوم بيكون متواجد ويانا في الاستوديو. الله يسلمكم، هذا شرف لي إنه يكون وياكم ومشاركينكم في مساء الإمارات، ومشارك أيضا إخواننا المشاهدين. الله يعافيك يا رب. وأيضا إخواننا الطاقم الموجودين كلهم مصورين في هني أو في الكنترول فوق. نعم. فكلهم الله يعطيك العافية. هذا شرف لنا يكون وياكم. الله يعطيك العافية. أستاذ علي، بنبدي تعرفنا شوي أكثر عن حضرتك، يعني حابة الناس تعرف منو علي الخوار. علي الخوار مجرد إنسان يعبر عن أحاسيسه ومشاعره. أعتقد أنه مثل ما قال الأمير بدر بن عبد المحسن، قال كل إنسان شاعر، لكن كل واحد يعبر بطريقته الخاصة. فأنا أعبر بالورقة والقلم، من خلال قصائد، من خلال أبيات، من خلال كتابات بسيطة. أعبر عن أحاسيسي ومشاعري تجاه الحبيب، سواء كان الوطن، سواء كان ابن، سواء كان أب، أم، حبيب، زوجة، أي كان صديق، فأنا أعبر عن الحبيب. الله يعافيك. طيب أستاذ، بما أنك قلت أن قالوا أن كل إنسان ممكن أن يكون شاعر أو هو أصلاً شاعر، طب شاعرنا علي الخوار من وين جت هالرومانسية هذه كلها؟ والله طال عمرك كل واحد في نسبة حساسية معينة يعني. فأكيد يمكن الشعر بشكل عام، ما أتكلم عني أنا، أتكلم بشكل عام، يمكن حساسيته أكبر بالنسبة لبعض المواقف أو الأمور، ويعبر عنها بمشاعر صادقة، وممكن تكون كاذبة على فكرة، يعني لأن في مقولة تقول أعذب الشعر أكذبه، بس مش دائما. هنا نقصد في الخيال وفي نطور من الشيء ونكبره، ممكن يكون بسيط لكن من خلال الشعر نكبره بشكل جميل. أكبر. نعم، بننتقل الحين مشاهدينا الكرام الى اتصال هاتفي جايتنا من المانيا، ونقول الو. علي المهيري اظني. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. كيف الحال؟ الله يعافيك يا رب، نشكرك على اتصالك، وانا ما بطول عليك، اكيد متصل تبغى تكلم فناننا. طبعا علي المهيري، طبعا اخوي ورفيج الشعر علي المهيري. نعم. وافتقدناك من كم من يوم يا علي، وما شفناك
طمنا على الاهل ان شاء الله كلهم بخير. لا كلهم بخير سهل الحمد لله رب العالمين. طبعا خبروني جمعنا بتكون على قناه الظهر اليوم قلت ما في لازم نتصل ونسلم عليك اولا. وحبيت اقول طبعا للمشاهدين كلهم مشاهدين القناه علي الخوار مو شاعر بس اخو كل الشعراء الموجودين ما بقول اب عشان ما كبره في العمر. لا اذا بكون اب تكون اب مثلي يعني انت ما تكبرني عشان ما تكبر نفسك على فكره يمكن يقصد الاب الروحي. لا هو لو قال لي اب هو بيكبر نفسه. استاذ علي طبعا خلينا نقول ذكر استاذنا فنان علي في الاستوديو ان انت صديق وشاعر له يعني وياه من زمان. في شو اكثر شعر انت حاب اليوم تسمعه من علي الخوار على قناه الظفره؟ وايدين ما شاء الله أخ حيرتك. لا ما شاء الله وايدين لكن الذيب حلوة. الذيب أتمنى نسمعها. الذيب أيوة خلاص إن شاء الله بنسمعك إياها. نحب بنسأله يعني هو أنت أسأله. أنا بسأله يعني هو في جو حلو وأكيد برد في ألمانيا هي وكذي. ف علي المهيري شو كتب هناك علي؟ راح الاتصال كان لانه بعيد في المانيا خاطرنا طبعا بنشوف بنحاول لو يرجع الكنترول يتصرف فيها او لو نقدر احنا يرجع يعودنا الاتصال. طبعا علي المهيري حابب يعرف علي الخوار انت شو كتبت في المانيا في الجو هناك الجو حلو وخلي ما شاء الله يعني يجلس يصير عنك اليوم يجيب قصيده فاكيد هناك كتب قصايد وايد. زين شو بخصوص القصيده اللي ذكرها علي المهيري؟ الذيب قصيده نعم. الذيب ما ادري كنت تبغون تسمعوني اكيد. شفت اكيد كيف طلعت كومبو. طبعا هاي القصيده انا اهديها لكل اماراتي نعم موجود في الامارات واتكلم عن شبابنا نعم. اتكلم عن اهلنا فأنا اتكلم انا كنا بسرق عنك هالملف وانت طالع ما عندي غيره والله. ف يسمحوا لي إخواني تفضل يمكن حافظ جزء لكن مو بحافظ بشكل عام فما بخربط فأضطر أن أقرأ من الورقة. فأقول يا ذيب يا ذيب لا لا يهمك الوقت يا ذيب طبع الذيابة ما تخاف الذيابة مرقاك في روس الجميم العراقيب يوم الردي يسكر من الخوف بابه ما حيد كله راس عز ومواجيب ولا حيد كله صدر طيب ورحابه طيب وكل ما طاب لك وقتك الطيب وبطيب فعلك تفتخر كل لابه في كل وفاء ما يدخله شك أو ريب وانت الكريم اللي كفوفك سحابه والناس في خطواتها تصيب وتخيب وانت الخطأ منك تعلم صوابه ما يلحقك قاصر ولا يلحقك عيب محشوم يا راعي الوفاء والذرابه طاريك احضر بيننا كل ما تغيب وانت الوحيد اللي يأثر غيابه والصاحب اللي يعتزي باسمك تجيب يلقى سؤاله فيك شافي جوابه واللي استغاث بعزك يلاقي الطيب ما تخلي حتى الريح تلمس ثيابه يا ذيب تبقى ذيب متهاب وتيب لو صارت قلوب المخاليك غابه ورجالنا كل ذيب قربه قربه لقى ذيب والدار هذه دار عز وذيابها أو الدار هذه دار عز ومهاب. سلامتك صح لسانك صح لسانك شاعرنا أكيد بنكمل وياك لكن ما شاء الله الاتصالات من الحين ابتدت. اتصال ثاني نقول ألو مساء الخير. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا كيف الحال يا أختي؟ الحمد لله بخير أخوي. أخوي بس ممكن شوي تقصر على صوت التلفزيون طلعنا برا. انت برا طلعنا نعم برا كيف حالك؟ الحمد لله بخير وسهال الله يسلمك. تعرفنا عليك كامل محمد وصديق مو صديق علي الخوار اخوي كامل محمد كامل محمد نعم. علي اخو علي يعني ما بنكبر علي لهدين علي اطالب ليه الحين على فكره طالبك 28 درهم اللي من اللي تعب من كم 22 سنه واكثر لا ولا زودناها علي ما يعمل يوفيك 20 مليون 28 مليون ما بن الله يسلمك اكيد كامل اكيد 28 هاي استوت مليون الحين زاد صار له 20 سنه اكثر يعني 20 الف الحين
والله يا علي صراحة علي يا أختي شاعر حساس أخو يعني شهادتي فيه مجروحة يعني ساعات يعطيه هو ذيب أصلا الله يسلم كامل خلعك السوالف وين 28 درجة لا نبى نعرف سوالفه ويا الفنان نبيل شعيل كان جاي كان يسجل الألبوم خبرنا كامل وكان نبيل يسجل لي اغنيتين من الحان اخوي الملحن فهد الناصر نعم فالتقى مع نبيل في القاهره نعم فكان حافظ الموسيقى الاغنيه موسيقى الاغنيه موسيقى الاغنيه حافظ بتسمعنا الموسيقى شو لازم كامل تتذكر لا لي هاي الوعيد اللي حفظته لا علي على شو اللي جذبني اللحن والكلام الله يسلمك يعني انت ما تقول اي كلام انا ما امدحك علي فمبروك علي البارح اول البارح ما شفتك وين في نهاية السوبر اي نعم والله انا ميت لكن عيالي كانوا موجودين اي ما شاء الله احمد اخواني كانوا موجودين علي صراحه ابا من قصيدتين قصيده في الشيخ محمد بن زايد نعم واخر قصيدتين في نادي العين حاضر ان شاء الله عيناوي يعني يا كامل وحده بس هنشوف خلصت الحلقة إلى ثلاث قصائد خلصت الحلقة الأسئلة قاعدين نترية هو اختفى شكله طاح من فوق أستاذ كامل نشكرك جدا على اتصالك وطبعا أكيد إن شاء الله بنقدر نلبي أكيد طلباتك أنا يعني أكيد طبعا بصيدة مو الشيخ محمد هاي أكيد نباها مالت العين أنا مش عيناوي فممكن عادي ما نقولها سولف ويا أنا خلصت قبل مباراة السوبر ويا نادي الجزيرة نعم سويت اغنيتين نعم اغنيه لنادي العين واغنيه لنادي الجزيره نعم حساب اللي يفوز اعرف انا محايد يعني لا انا عيناوي انت عيناوي يعني. لكن انا من محبين ايضا نادي الجزيره واحب نعم. نادي الجزيره يعني فريقي الثاني اعتبره نادي الجزيره نعم. فانا سويت في هذا وفي هذا وبالنسبه لي انا كل الفايز يعني او نحن اللي فايزين كجمهور نعم. بالمستوى اللي طلعوا فيه الفريقين نعم وبارك النادي العين والأمة العيناوية والجمهور العيناوي بفوزهم بالسوبر وإن شاء الله تكون بطولة أولى يعني نبدأها إن شاء الله بطولة ونختمها بطولة بعد إن شاء الله بإذن الله زقر أستاذ كامل عن الشعر أي واحدة تبغى تسمعنا الأول مالت العين ولا مالت سمو الشيخ محمد بدور مال الشيخ محمد طبعا زين بدور مالت الشيخ محمد وأنت حضرت ياس تدور شو رأيك ناخذ اتصال عليا ناخذ اتصال نقول ألو الو الو هلا والله اهلين مساء الخير هلا حبيبتي مساء الله مساء الخير من الكويت لمساء الامارات مرحبا باهل الكويت كلهم يا اهلنا وحبايبنا يا اهلا مرحبا ويانا صحفيه دلال الاحب وانت الاغلى يا اهلا وسهلا مرحبا بك حبيبتي منورين ومنور شاعرنا شاعر اقترن اسمه في الوطن الله أكيد. يسلمك الأخت دلال فضلي. طبعا العياف الصحفية جريدة الوطن من الكويت صح هي عندك منور استاذ علي الله يسلمك الاستوديو منور باتصالك ونحن منورين باتصالك ما قصرتي كفاية هذا شيء يسعدني يعني أخت دلال ودائما تغطي اخبارنا وتنزل دائما الاخبار في الجريدة يعني ما تقصر نحن هاي فرصة أخت دلال ان نشكرك على الهواء يعني مباشرة عرفتي؟ أنا أشكر بلدي هذا بلدي الثاني الإمارات أنا خريجة الإمارات لها فضل كبير علي فوق راسي شاعر علي الخوار أشكرك شكر جزيل دائما متعاون مع الصحافة سواء الكويتية أو الخليجية طبعا إحنا خليج واحد أكيد وتسلم لنا وتسلم لنا هالطلة أنت شاعر الوطن الله وكلماتك جميلة جدا تدخل القلب بدون لا تطق الباب الله يسلمك قصيدة صوتك تقول يا قايد الدار واصل العلى دربك يا قايد الدار لقايد الخير حبيبنا وأبونا
الشيخ زايد رحمه الله عليه. الله يرحمه المغفور له باذن الله. تسلمين. نشكرك طبعا اختي دلال على اتصالك ومدخلتك الجميله من دوله الكويت. ما شاء الله زحمه التلفونات اليوم عندنا كله بسبتك. زين الله يبارك ويبارك. الله يعافيك يا رب البركه كلها عندك. خبرنا شوي او جهز القصيده. القصيده موجوده. يلا القصيده يمكن اول مره القيها. اول مره تلقيها حصريا على قناه الضفه. موجوده هي تغنت غناها طبعا فنان محظوظين احنا اليوم ما شاء الله في مسلم الامارات بتواجدك وحين تقول لك قصيده اول مره تلقيها ما شاء الله. هذه طبعا في سمو الشيخ محمد بن زايد. نعم الله يحفظه ويطول في عمره ان شاء الله. امين يا رب. اقول يا ابن الكرم يا ابن الكرم ور ضوك تحت صفر الدلال ودي اقهوي سموه زعفرانا وهيل قم صب له من جزال الشعر يا ابن الحلال غنم على محمد اللي ما مثيله مثيل شيخ السخاء والوفا والجود في كل حال شيخ المعاني ابو خالد والعطاء الجزيل لو كان في عهده الطائي قد لا ينال صيت وقد يوصف الطائي وصف البخيل لا تقول مثل السحايب في العطاء والظلال والشيخ بشته ظلال وغيث كفه هميل ابو خالد يفوق طبع الغيم جود وخصال يمشي مع الناس متواضع وطبعه نبيل تشبهه بالضياء وانوار صبح وليال ولا تقول نوره سنا شمس وضياء بدر ليل ان غابت الشمس ولا البدر امسى هلال يبقى ابو خالد ضيانه يا العمره طويل لو شفت اطول جبل في الارض قلت ارتجال هذا الجبل يشبهه هذا الجبل يشبهه مثل يشيل الثقيل وارجع وشوف الضعيف يهيم بين الجبال ويشيل حمله ابو خالد والجبل ما يشيل ما قلت انا بلغ مثل بس قلت اقرب مثال وافعال شيخي دليلا وافعال شيخي دليلي منعتني دليل والشعر سبك وجزال الشعر نسج الخيال ومحمد الواقع اللي ما مثيله مثيل يا ابن الكرم وارضوك تحت صفر الدلال ودي قهوي سموه زعفرانا وهيل قم صب له من جزال الشعر يا ابن الحلال غنم على محمد اللي ما مثيله مثيل. صح لسانك والله حظك اكيد كل شيوخنا واكيد نحن عزنا اكيد يعني فيهم الله يحفظهم. اتصال اخر معنا نقول الو. مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. الشعر سيف الكعبي. نعم مساكم شعر اليوم ويحبكم بوجود ابو احمد عندكم. الله يسلمك. الحمد لله. نحن اليوم محظوظين ولا محسودين ولا شو السالفه؟ الله يسلمك. انتم محسودين طبعا على علي الخوار الانسان، على علي الخوار الشاعر، على علي الخوار الاعلامي، على علي الخوار الانسان. هذا مرجع علي الخوار، مرجعنا في كل شيء. ما نقدر نخط خيط في ابره الا ببركاته وشوره. الله يعطيه العافيه ويقويكم ويحفظكم اليوم ويحفظ جماهير الظفره بعلي الخوار اليوم الشاعر المبدع واللي نحن لنا الحين بس متعطفين الالبوم السماعي اللي الحين ما نزل يا ابو احمد. لا بينزل ان شاء الله قريب. متى؟ والله الموضوع عند مكتب الشيخ حمدان بن محمد. هم كيفوا بينزلون اليوم باكر الشهر؟ انا ما لي شور خلاص، انا طلع من عصمتي مثل ما يقولون. ان شاء الله اكيد جمهورك كله قاعد يترقب اكيد احدث ما عندك. شو الجديد عندك؟ الاعلان المخيف اللي مسوينا ابو احمد بعد اعلان مخيف للالبوم. سمعت الموسيقى سيف؟ كانه فيلم رعب مو موسيقى. مو الموسيقى، فيلم سينمائي. الاعلان والسياره القديمه والدخله مش طبيعيه هذه. هذا عشان يحمسكم اكثر. ويستاهل اكثر. الله يسلمك. وانتم مشكورين، شكرا لقناه الظفره على الابداع الطيب وعلى شكر لك. الاشياء الجميله والمواد اللي دائما تطرح جميله اللي تذكر الحاضر بالماضي وتذكر الماضي بالحاضر ايضا. صحيح. مشكورين كلكم وشكرا لكم سمحتونا بهالفرصه. الشكر لك شاعرنا سيف الكعبي. اكيد نشكرك على المداخله الجميله. امسيه جميله جدا. انا يعني ما بالحلقه تخلص اليوم. الله يسلمك. بس انت مستعجل شكلك. لا والله بالعكس انا تحت امركم. استاذ خبرنا اول شيء بشكر طبعا اخوي الشاعر سيف الكعبي على الاتصال، ومن الشعراء ما شاء الله عليهم اللي يقدمون اشياء حلوه بفتره وفتره، لو ان اعتب علينا مقل شوي واتمنى ان يكون زياده يعني.
إن شاء الله. تفضل يا أختي. طيب كل شاعر له يمكن خلينا نقول مكان أو زمان لأنه يعد قصيدة أو يكتب القصيدة. متى يجيك الإلهام أو وين يجي إلهام شاعرنا علي الخوار؟ والله طال عمرك أنا بالنسبة لي ما عندي مكان معين ولا عندي وقت معين. يعني عندي نوعين من القصايد سبق أني قلت. قصايد تولد ولادة طبيعية وقصايد تولد بولادة قيصرية. لحول زين اللي هي قلنا المشاعر بروحها تطلع والثانيه مرات تطلع روحها ومرات تيلس تحبك قصيده يعني تفكر هي تفكر وتطلع بقصيده يعني نعم. مثلا في قصايد مناسبات معينه مثلا قصايد الاعراس الاشياء هذه جميل. الواحد تحتاج الحرفه يعني تحتاج ان الواحد ييلس يفكر انه بيكتب قصيده نعم. لكن اوقات القصايد اللي تيك بروحها داهمك يعني هي اللي تهاجمك انت ما تعرف وين تكون صحيح. هذه ممكن تيك في اي وقت وفي اي مكان في اي مكان. لكن انا من الناس اللي مبيلس اكتب ورايح عشان اكتب مثل ما قلت لك يعني في قصايد لا اول شيء تبدا معي الكتابه من بعد الثلاث في الليل زين بعد الثلاث ولازم مكان يكون فيه هدوء جدا يعني هدوء تام تام يعني هدوء للاخر والشيء الثاني يكون في سيرفس يعني في شاي في قهوه في شيء لكن على شرط اللي يجيب القهوه والشاي ما انت ما تشوفه ولا يتكلم عندي زميلي جلاس خشب زين عندي زميلي اللي يمكن انت ما شفته هو جاي برا حاليا برا الاستديو الله يعافيك في يوم من الايام كلمته ها محمد وين قال هو كابتن محمد بلال قلت له انت وين قال لي انا جاي قلت له انا رايح فندق شنغريلا بيلس في اللوبي بيلس اكتب قال لي انا جايينك بالصدفه التقينا عند الباب زين عند باب الها دخلنا كيف الحال شو الاخبار جلسنا شو تشرب قال انا طلبت كذي انا طلبت كذي كانت الساعه 12 بالليل كان عندي اوبريت يا اني اكتب اوبريت يا اني اكتب شيء كان ما دوره الخليج اللي كانت في ابو ظبي نعم فما ما اتذكر شو جالس اكتبها اجري فهو حليله هو مش مزعج حتى تلفون يوم يجلس شوي يخلي التلفون سايلنت عشان ما يقطع حبل افكاري ولا يتكلم يمسك الجريده يمسك مجله يقرا واذا بيتكلم في التلفون يقوم يصير بعيد يتكلم في التلفون ما شاء الله عليه فجلس وياي اخر كلمه كانت شو تشرب شو خلاص بس وانا بديت دخلت في عالم يعني في الجو نسيت انه هو موجود اصلا يعني يقوم ويرد اشوفه يعني ف خلصت الساعه 6:30 الصبح تقريبا او 7 6:30 الصبح ف يلا نصير حاسبنا وطلعت خلصت كتابه طلعنا اول ما طلعت ذكرت كابتن معي كان اتصلت في تليفون هو انت حسبت روحت ونسيت انه هو كان لا لا هو موجود طلعنا مع بعض زين خذ سيارته وركب يوم اتصلت فيه ها كابتن شو اخبارك قال لي الحين شو اخبارك انا 6:30 جالس عدالك ما قلت لي شو اخبارك ما قلت شيء ولا كأني موجود الحين فيك يوم تصل في تليفون قلت لي شو اسوي سامحني انا بالي مشغول مو وياك نعم مره بالمرات في نفس المكان هذا ما في حد الا انا وواحد في هذا كانت الساعه 3 او 4 الفجر نعم هذا الكوفي ما في الا انا وشخص ما اعرفه جميل اشوف الشخص اللي هذا الثاني يسوي لي شوفي واللي جالس بجاب لي نعم فنبهني قلت له شوفي قال انت صار لك 5 دقائق ما شلت عينك من علي من علي قلت له انا ما اشوف قصر المدري ما اشوفك انا بالي بعيد سرحان انا في مكان انا اشوف سرحان وترى سبحان الله نظري عليه وانا اصلا بالي مو عنده يعني اكيد تستوي كثير جدا ان الواحد يسرح مواقف كثيره لما اقول لك عن موقف خبرنا اخر في الشارجه زين كنت اكتب قصيده زفه وقصيده طويله كانت يعني المهم الحمد لله كتبت فوانا اكتب جمعت اوراق يعني اوراق كتبت شخبطت فين اوراق شيء زين فخلصت الفجر قمت شو سويت اخذت ال انا كاتب القصيده المسوده مزعتها وحطيتها هناك واخذت الاوراق الفاضيه وروحت البيت من لا رحت البيت فوصلت البيت ابى اطبعهن على الكمبيوتر افتح الاوراق فيها شخابيط شخابيط بس ما فيها شيء يعني وين القصيده وهذيك انت طريتها اي والله طريت طرت صغار يعني وحطيتها عشان ما حد يقراها بعدي يعني فروحت يا هذا العامل اللي في الكوفي شال الاوراق الله يعزكم ويعز السامعين رماهم يوم وصلت البيت الحين شو اتذكر ما اتذكر شيء بالقصيده زين شو سويت يوم رجعت كتبتها كتبت سيارتي ورجعت مره ثانيه الفندق
جيت قلت له ما حصلت اوراق هني؟ قال في ويعرفني لان دائما انا قلت له وين؟ قال الله يعزكم على السامعين في الزباله. والله قلت له طلع لي درب زباله، طلع درب زباله، طلع ورقه ورقه والله. ورقه ورقه وحطن مع بعض عشان اقدر ابيض ترجع تكتبه ابيض مره ثانيه وصار الحمد لله اني لقيته يعني. الحمد لله. هذه كلها لحظات ابداع انت قاعد تمر فيها. أكيد. مش لحظات ابداع لان اصلا بالك يكون مشغول. اصلا بالك يكون مشغول صحيح. استاذ علي انت ذكرت قبل شوي ان مرات انت تروح تكتب شيء لهدف معين ومرات السوالف تطلع بروحها. السوالف تطلع بروحها تكون مشاعر جايه من يعني من داخلك. من موقف. مواقف تمر من شيء مر بي انا مر. شو اكثر شعر انت يعني اثر فيك يعني اكثر موقف اثر فيك وكتبته في شعر وقلت يوم قريته عقب قلت أنا متى كتبت هالكلام؟ وايد أشياء عندي ممكن ما أتذكر شيء. أكثر شيء قريب لقلبك. ممكن قصيدة كانت في أبوي الله يطول في عمره. آمين يا رب. ويمكن هاي من المواقف اللي أيضا اللي خلتني أكتب وكنت أكتب ودموعي تنزل. في مجال نسمعها ولا تفضل؟ هذا شيء وشيء ثاني من ممكن كتبت ارتجالي حتى. نعم. اللي هو في ولدي أحمد. يعني أنا انحرمت من الأولاد حوالي 9 سنين. نعم. فياني بعد 9 سنين زواج ياني أحمد وقبله توفوا لي 4 أولاد يعني. ما شاء الله الله يسعدك. وفيوم ياني أحمد كنت أول مرة لما وصل عمره 6 شهور 7 شهور أول مرة يعني من 9 سنوات أسمع كلمة بابا مثلاً أو يقول لي بابا. فعلى طول. وكنت أنت شيء تحلم فيه أنت قلت أنا كان خاطري يعني. في هاي من ضمن الأشياء اللي أنا ما عالقة في ذهني ما تروح. ما شاء الله عليك أخ. لو بغينا نسمع واحدة في مجال تختارنا واحدة من الاثنين. أكيد أكيد. يمكن عندي مال الأب موجودة. يا ريت والله نسمع يعني نسمع هاي وهاي. طبعا جميع المشاهدين خاطرهم نسمع عليك كل الأشعار المتواجدة. أنا حاضر أنا تحت أمركم وأمرهم. أكيد مؤمن أكيد. الله يسلمكم ويسامحوني على القصور. الكل لا بالعكس اذا قصرت في شيء يعني ويعني. لا بالعكس لا بالمره احنا بنت رياك قصيده قصه. لا والله ما تذكر وايد قصايد ما شاء الله. انت شايف الملف ما اتذكر والله. انا خاف تروح عنا وتخلي الملفات هني. انا مش خاف ما اقدر اخذها منك اصلا. هاي عطني هاي ثروتي يعني. عطني ملف بدور وياك يا زين. دور على القصيده مشكله تفاجئتني فيها. خلاص علينا القصيده مش واثق فينا انه يعطيني بدور وياك. هذه مال احمد مال احمد مال الوالد. انزين يلا بنقرا مال أحمد لما قال بابا لا شعوريا قلت له أبوي أنت وأنت النور بيامي كل ما أطالع بعينك تبتسم عيني الله بعثك بحياتي تمسح آلامي تطفي عذابي وتشعل فرحة سنيني إن شفت وجهك ضحك كل شيء قدامي وإن غبت عني بكالك كل شيء فيني وجيك شوق اللي سابك خطوة أقدامي حتى المسافة إذا أشتاقك تجيني أنا انتظرتك سنين أنا انتظرتك سنين وشابت عظامي قبلك مضيع بهالدنيا عناويني واليوم شفتك وربي حقق أحلامي أضماك لكن بنظرة فيك تسكيني أنت حياتي وعمري وأنت إلهامي رجعت فيني وفي فرحي تلاويني حبيب كل الدقائق بأجمل أيامي خذني من الهم في حضنك ونسيني. صح لسانك والله يحفظ ان شاء الله دوم لك وتشوفك الحين ما شاء الله ثاني ثانوي يعني ما شاء الله عليه. وشو عنده موهبه الشعر ولا لا ما يخصه في الشعر ما يخصه ابدا بشو يخص عيال دراسته حاليا دراسة. انا ما اظن يعني انا اعتقد يعني ما شاء الله علي الله يخلي لك اياه يعني صعب ان الواحد يكتب شعر وراء علي الخوار حتى لو ولده. والله عندي مبارك شويه عندي محاولات حلوه وتوه صغير يعني عمره ان شاء الله 10 سنوات ان شاء الله يعني يكبر وتشوف الشعر كبير واكيد يعني ما في مدرسه احسن من مدرسه والله هو ليبعد عن الشعر احسن يعني لان الشعر هم واحتراق عرفت. نعم. انا دائما اقول لهم بعد ما خلص القصيده اقول لهم حس نص مخي طاح على الطاوله. بذل مجهود كثير. مؤمن معنا اتصال. صحيح معنا اتصال اخر واقول الو. الو مرحبا. مرحبتين الله يعافيك يا رب. مساكم الله بالخير. الله يمسيك. مرحبا. من ويانا؟ وارحب بالنجم الشاعر الكبير الخوار ابو احمد. مالك زود مالك زود يا اخوي. اليوم فرحتنا حلوه اليوم منور الشاشه. الله يسلمك يا سيف. نورة بوجودكم ومتابعتكم. صح صح.
سيف واليوم طلع. نعم سيف اللامي معك. هو نعم يا سيف، طبعا الفنان سيف اللامي حبيبي. المفروض تكتب الفنان سيف اللامي قبل. حبيبي شكلك ما قلت لهم انك سيف اللامي. انا طعم قلت لهم سيف اللامي بس طبعا يمكن عين مات على الحاجب. شو الاخبار؟ الحمد لله يا سيف. الله يسلمك. انا انت وين حاليا؟ بعدك وحداوي؟ انا بعدني وحداوي، اكيد وحداوي، وكان وانا متابع البرنامج من بدايته ولكن الله يعينك على كمول. شو سالفتكم انتوا كامل يعني؟ تبصل قالوا كمول متلاقين واحنا الحين مع بعض. عشان انتوا كامل متصلين مع بعض يعني؟ لا بس قال لي علي الخوار في البرنامج وانا اتصل، قلت انا بعد بتصل انزين، وهذه فرصه من زمان ما كلمت علي ابو احمد انزين، وهذا شرف لنا ان نكلم انزين ونرحب فيك في البرنامج. الله يسلمك، بس من زمان ما شفتك في المدرجات. والله تدري شوي امور يعني، تدري ناخذ عمرنا عمر غيرنا يعني، خلاص الحين في اجيال جايه. ودائما سيف دائما ورا فريق نادي الوحده، ورا نادي الوحده وفريق الوحده في اي مكان. نعم. من مشجعين نادي الوحده طبعا، هو صديق للدود يعني. لدود حمد العين صديق لدود. أقول لك العين يبقى العين نادي كبير ونادي بطولات وبطل آسيا والحمد لله فخر بضبي يعني. سيف حتى نحن اشتقنا الوحدة إنه يرجع للبطولات ويرجع. نعم. الوحدة قدم لنا يعني لاعبين خدمونا، نحن ما نتكلم عن أندية، نحن دائما نفكر بالمصلحة العامة. صح. نفكر في المنتخب، فنادي الوحدة نادي يعني دائما يقدم مواهب رائعه يعني، مثل اسماعيل مطر ومثل اكيد كثير عبد السلام جمعه وعبد الرحيم وكثير من اللاعبين يعني، فاللي في النهايه يحملون اسم الامارات مع منتخب أكيد الامارات. اكيد 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 يا ابو احمد، ان شاء الله التوفيق لجميع الانديه ان شاء الله، ويرفعون ان شاء الله رايه الامارات ان شاء الله فوق. ان شاء الله. انا عندي طلب من ابو احمد بس. آمر ما يمر عليك ظالم يا ابو احمد، ابغى قصيده وطنيه. قصيدة وطنية. حاضر. وطنية طال عمرك في الفرحة هذه في البرنامج الحلو الممتع هذا. أيوة. الله يسلمك يا سيف. نشكر طبعا الفنان، نشكرك يا فنان، واسمح لنا ما كنا نعرف ان انت ويانا على التلفون. حبيبي الله يسلمك وان شاء الله موفقين ان شاء الله، وان شاء الله للامام ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نشكرك على اتصالك ومداخلتك الجميل. مش مطرب يعني، لا تفكرون مطرب يا سيف. يعني هو فنان باخلاقه، فنان تعامله يا الناس، فنان بحبه للنادي وحماسه دائما تشوفه في المدرجات فتفكرون بعد ننزل شريط ولا شيء. نعم. فأنا أشكر على اتصاله وأشكر كل الأخوان اللي اتصلوا. نعم نشكر زين الحين هم كلهم ما شاء الله أشكرهم. كلهم رياضيين اتصلوا ما تلاحظين الشعراء رياضيين. يعني كلهم رياضيين اليوم هذا والساعات هذه عشان الشعر، الحين بيطلعونا لأجواء الرياضة. نرجع مرة ثانية للشعر. حتى في الرياضة عندنا شعر لا تحاتين. بس أنت عندك؟ ذكرت قبل شوي عطيت كامل اتصل قالك وين ميت مدرجات، ذكرت إن ولدك أحمد كان موجود. أنا موجود. كان أحمد ومحمد وزايد صغير. كان موجود كل المدرجات. طبعا أكيد. شو رأيك عاد الحين تسمعنا بما إننا نتكلم عن الرياضة، تسمعنا شيء وطني، قصيدة وطنية. اللي تأمرون فيه. الأمر لله، لأن نفس ما قال طبعا السيف اللامي يوم اتصل فينا قال لي حاب يسمع شيء وطني. حاضر. وكامل قال لي والعين يزعلون عنا هنا. يأمرون كلهم يأمرون. الأمر لله. الله يسلم. في عندي قصيدة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. نعم. الله يطول في عمره ويحفظه. وطنية طبعا. أقول يا قايد الدار، يا قايد الدار واصل للعلا دربك، واحنا حرارا تحب الشامخ العالي، والشعب يفخر بأنه سيدي شعبك، والدار تفخر بأنك شيخها الغالي، كلمة نعزك يا ابو سلطان ونحبك، ما توفي أول غلاء شعبك ولا التالي، كلنا عصاك اللي ما تعصاك في حربك، واحنا جنود الوطن يا طيب الفالي، في الأرض أسدك وفي صدر السماء سربك، والبحر بمرك يصير بفعلهم حالي، ورجالك رجال شافوا عزهم قربك، وجالك أجيال مجد ومضرب أمثالي، شعب الإمارات تحت أمرك ويفخر بك، في شفك يجود بالأرواح ما يبالي، مدام هذا الوطن في عيونك وقلبك،
كل القلوب أصبحت لك في وظلالي طالع شمالك جنوبك شرقك وغربك بتشوف شعب بحبك دائم غالي وقلوبهم دوم تدعي يحفظك ربك يا قايد أغلى وطن يا شيخنا الغالي سلامتك صح لسانك والله يحفظ جميع شيوخنا إن شاء الله. آمين. يا رب آمين يا رب العالمين آمين, آمين يا رب العالمين. بننتقل الحين شويه احنا لينا الحين طبعا ما دخلنا في العطف صح ما دخلنا لا بعدين ما تعرفنا عليك اكثر متى بديت يعني خبرنا استاذ علي متى بديت اول مره جبت ورقه وقلم وقلت انا بكتب شعر مشكله شيء انت بتحسون اني وايد كبير يعني ما لا قل لي التاريخ لا بعد شباب ما شاء الله لا قل لي التاريخ يعني السن. انا بداياتي كانت من سنتين تقريبا انا ليه الحين اعتبر نفسي ما بديت اصلا لا ما شاء الله عليك توني بادي لا خبرنا نزل البوم خبرنا السن لا تقلنا السنه يعني السنه بديت كان كم عمرك وين هو من الدواوين الشعرية؟ نعم. عشان تخبرنا. دواوين أنا أصدرت ديوان باسم رومانسيات الخوار بس ما كان رسمي كان غير رسمي في تقريبا 95 أو 96. نعم. بس حاليا أنا جالس بصدد طرح ألبوم سماعي وإن شاء الله قريب بعنوان كلام الصمت. الألبوم هذا يحتوي على 31 قصيدة منوعة بين العاطفية. سواء غزل أو عاطفة يعني وجدانيات أكثر وفيه اجتماعي وفيه وطني وصورت قصيدة فيديو كليب جميل وإن شاء الله تنزل مع الألبوم قريبا لكن اللي صورتها قصيدة فيها شوي نوع من المداعبة بسمعكم إياها حتى إن شاء الله جميل اللي هي عبارة عن مقاطع يعني مقطع اسمه غرور مقطع اسمه متينة مقطع اسمه سمعتهم اليوم أنا شيء اسمه الطاووس لا الطاووس هي قصيدة غير لا بس سمعت المتينة في ثور عندي لا بس خبرنا عن هالقصيدة اللي أنت مسوي كل بيت يعني مسوي مقاطع مقاطع من جزئهم غير فحتى التصوير شيء صورته في الشارجة شيء صورته مثلا في دبي في مسرح شي صورت في أطلانتس في فندق أطلانتس يعني صورت كذا مكان كل مقطع يدور بس سمعنا الحين المقاطع هذه كلها اللي تمرون فيه أنا تحت أمرك أنا بين احنا صراحة لديكم هذه لهذه الحين كل متان مستانسات أكيد خاطر والله خاطر لا خلينا نسمع الأول الشعر وبعدين نشوف لا سمعت مؤمن بتعيبك يعني وايد شوف طلع بالنسبة لتكلم عن المتان المثل مش عيب يعني لكن العيب دائما هو يكون في أخلاق البني آدم مش في شكله ولا في هيئته لكن شعرانا الله يهديهم كل يصفون عويد البان وعويد الموز وما أعرف شو نسح ليل فحتى مرة أنا كنت في أمسية شعرية فين أخوات حضرات الأمسية يمكن ثلاث أربع متان فيلسن اخر صف يعني في الامسيه مع انه في يعني في اماكن يعني بعد ما عديت القصيده يعني يرسل قدام خلاص حسوا بثقه اكثر الحين قال ها شعر علي الخوار قاعد يقصد فينا قبل ما اقصد في الامتحان او فيها فقصدت في نفسي انا من الناس اللي اشوف نفسي حلو هذا شيء جميل كل واحد يشوف نفسه حر بنفسه فمسمي المقطع غرور فأقول طلعت وجهي وقلت الله من قدي هالوجه هذا جميل ورائع وممتع يا ليت أقدر أبوس بشفتي خدي وأعرف وش اللي يخلي الناس تستمتع عرفت هذا مقطع غرور حلوة هذه وايد وايد بعدين متينة قالوا متينة قلت ما هي بمتينة هذه رشيقة روح مليانة إحساس الله درة كبيرة في حجمها وثمينة والدرة كل ما تكبر تحبها الناس أكيد والموتر نقيسه بحجم المكينة حتى السعر يغلى إذا زاد لقياس لا تقارن الطراد بأكبر سفينة دام البحر راضي ولا يشتكي بس صح لسانك وايد حلوة المقطع الأخير يقول جتني التأسف على الإزعاج وتقول شيء براسي يدور بسألك واخشى من الاستنتاج تزعل ولا تكشف المستور قلت اسألي يا عويد العاج وأنا بجاوب بدون شعور قالت لي وش برجك الوهاج
وبأي شهر انولد هالنور؟ قلت لها لا تفتحين أدراج، بالذات هذا الشيء محظور، لا تسأليني عن الأبراج، خليني مستانس ومسرور، ما في داعي لأي حرج، هو يعني لازم أقول الثور. حسابتي أنت قلت قبل شوي قلت الثور، بس أنا مو برجي الثور على فكرة. مو برجي الثور، شو برجك خلينا نعرف الناس؟ برجي الجوزاء. الجوزاء في وايد ناس يعني خلينا نقول تؤمن بهالسوالف ويحبوني يعني. يحبون طبعا أكيد يعني. إيش معنى يعني برج الثور؟ ولا بس على سبة إنه مثلا مع الوزن أو القافية؟ طلعت مع القافية. يعني يتفيني يعني شوي. طبعا ما بندخل في موضوع الأبراج لأنه كتاب كبير جدا لو فتحناه، لكن ما بنخلص ما بنخلص. لكن برج الجوزاء دوم يقولوا عندهم شخصيتين، هل هذا صحيح عندك أن في شخصية شعر وشخصية البيت؟ لا والله أنا 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 يعني سواء كنت في البيت في الشارع في المكتب في أي مكان أنا ما أحب أكون اثنين يعني. ما أحب أكون جوزاء يعني. لكن أنا قريت أن كثير من الكتاب والشعراء أبراجهم جوزاء، جوزاء. كثير من القادة جوزاء أبراجهم لا عقرب مثلا. نعم. يعني حسب لها يعني كثير من الرؤساء والقادة أبراجهم يكون عقرب، وأغلب الجوزاء تلقاهم كتاب ومدري شو فنانين وشعراء وشي، لكن ناجحين جدا برج الجوزاء. ونسمع حضرتك قلت في مجال الفن بصفه عامه خلينا نقول المظله كلها، والله انا ما اعرف الابراج يعني انا ما اعرف هني وهنا في الابراج. بنرجع شو بس تقول ما نبغى نرمس على الابراج يا مؤمن. لا انا بغيت اعرف بس هو يعني شيء عن شخصيته نستضيف ماجي فرح يوم ان شاء الله مره واحده وبتكون ايضا ويانا ضيف. الله يسلمك. ايش بتسمعنا عاد الحين ولا بعد؟ مثل ما قال اخوي مؤمن يمكن نطلع للعاطفة أكثر. أنا خاطري هي خاطري نطلع شوية للعاطفة على سبب أعتقد هذا اللون يمكن شوية اللي بعدنا ما سمعناه من علي الخوار. علي الخوار معروف عنا إنه يخلنا يتألق في جميع الألوان. الله يسلمك. يعني في كل الألوان، إذا كان عاطفة، إذا كان وطني، إذا كان دراما، حتى متواجد أيضا عند علي الخوار وايد يسوي سوالف. في قصائد سوالف، لكن في قصائد عاطفية، ويسمحوا لي إخواني على التدوير. لا عادي ما شاء الله. أنا ما أعرف. لما أستاذي تحصل القصيدة. تفضلي. معنا اتصال. ألو. ألو مساء الخير. راح الاتصال هذا كأنه. راح الاتصال هذا. طبعا احنا عندنا ضغط تلفونات اليوم، بس نعتذر منكم ندريبكم. طبعا كلكم تبون تسوون مداخلات اكيد مع فنانا الكبير علي الخوار، لكن في نفس الوقت نفس ما انتم شايفين يعني نبغى ناخذ عنا. انا ومؤمن قاعدين نتضارب منو اللي بيسال منو اللي بيسال. انتم اثنين ايمن ومؤمن صح؟ اي ايمن ومؤمن. ايمن مصبح ومؤمن صح؟ ومؤمن ما شاء الله كلكم يمنين ان شاء الله. الله يجزيك يا رب. وانت ما شاء الله عليا يعني. وعلي موجود. مؤمن وايمن وعليا. وعلي وعليا صدق انا صح. وعلي وعليا. وعلي وعليا. انا صدق ما شفت هالشيء. يا انا تو سؤال من الكنترول يسالك شو اكثر قصيده تعبتك في كتابتها؟ والله اللي تتعب اكثر من القصائد العاديه العاطفيه، العاطفيه دائما تداهمك مثل ما قلت لك وما تتعبك. اللي تعب اكثر القصائد المناسبات مثل قصائد زفات الاعراس والاشياء هذه، هاي نعم. اكثر التعب، اكثر التعب من غيرها يعني. لعشان تحس انت مثلا ان عليك حمل كثير، لا تحس انك تياس تصنع يعني صنع هي. عرفت يعني حرفه يعني صارت السالفه. المشاعر ما تكون مختلطه وايد في هال لا في طبعا اكيد بيكون في انت بتعيش الجو بتحس نفسك تحط نفسك مكان الشخص نفسه وتكتب وكذي. بعد اساعدك انا خاطري تعطيني كتاب ما برجع. والله فالك طيب ما برجع. انا ادور ما بعرف وصلت لها. نسمع تبغى تسمعون عاطفي؟ يلا بنسمع شيء عاطفي. اوكي بس اني عاطفه بدون وصف بدون شيء يعني وجدانيه اكثر القصيده. اقول تسمح لي ابكي بصدرك واغسل الامي، تسمح لي ابكي بصدرك واغسل الامي، تسمح لي امسح دموعي في طرف ليلك ذوب حديثك جبال الصمت قدامي ونهار حتى الكلام وصار يبكي لك. ودي أفضفض وسولف لك عن أيامي عن كل شيء جرحني قبل لا جيلك، خذني بحنانك وطف البرد بعظامي يمكن بحضنك ينام الليل وحكي لك. محتاج أسافر بعيدا فيك بأحلامي وانزل بصوتي على شاطي مواويلك وحط راسي بصدرك شوق وهيامي واترك خفوق انت عذب فيك
يشكي لك خذني خذني ودوب بعيني باقي أوهامي مشتاق دمعي لامس خد منديلك خذني حبيبي ترى ما زلت بك ضامي واسمح لضاميك يشرب من تراتيلك وتسمح لي أبكي بصدرك واغسل آلام تسمح لي أمسح دموعي في طرف ليلك ذوب حديثك جبال الصمت قدامي وانهار حتى الكلام وصار يبكي لك صح لسانك يا حبك حبيبك بس يردك لنا بسرعة هذا أهم شيء يعني أهم شيء صرت نسمع غاد علي ياخذك ويروح له إنك طبعا فنانة الكبير علي الخوار يتم ويانا في مجتمعنا طبعا فخر كبير لنا أنت غير أنك تمتعنا المتعة اليومية خلنا نقول ما شاء الله قصايدك كثيرة جدا الله يزيدك ونبا أكثر عنك إحنا دوم يعني خلنا نقول نبا أكثر من فنان علي الخوار لأنه ما نشبع منه الله يسلمك وطول في عمركم أنا تحت أمركم وأمر طبعا إخوانا المشاهدين و متابعينا وباللي أمرونا سواء الأمر لله واحدة طبعا سواء كان منكم عن طريقكم أنا حاضر الله يبين بحضرك طبعا اليوم شرفنا واستمتعنا كثير بكل القصايد اللي عديتنا شكرا لك الله يسلمكم نشكرك طبعا على تواجدك ويانا في الاستوديو بعد مرة أكيد إن شاء الله حابين نشوفك جريب أعطوني إني كلمة أكيد تفضل أقدر طبعا أشكر كل إخوان اللي شاهدونا حاليا نعم واللي شاهدونا وأشكر أيضا الإخوان اللي اتصلوا ما قصروا وكثر الله خيرهم اللي من الامارات واللي خارج الامارات صحيح واشكرك انت اخوي مؤمن واشكر الاخت عليا واشكر اخواني المصورين واللي في الكنترول والمخرج والمعد والمنتج هم بعد يسلمون عليك كلهم من اول واحد لاخر واحد حتى السكرتي اللي عند الباب اشكره يعني شكر لك شكر لك وسامحوني اذا قصرت في شيء او غلطت في شيء ودائما ما انا الحفظ شوي تعيس يعني فسامحوني على الموضوع بالعكس مسموح جدا وانت ما قصرت بالعكس كفيت وفيت ومشاهدين الكرام ما بنزيد الكلام كثير ورا فنانا الكبير بنقول لكم ترينا الاسبوع الجاي في حلقه جديده مع السلامه